انخفاض الإصابات في الآونة الأخيرة، هل هو مؤشر جيد يجعلنا نطمئن أن المرض وقد انحصر، أم هي مرحلة مؤقتة استعدادا لما هو قادم؟ أم أن المجتمع بدأ يكتسب مناعة، مناعة القطيع أو المصطلح الألطف مناعة الجماعة كما يحب البعض تسميتها؟ الصحة العالمية تتحدث عن تسجيل أعداد وفيات أعلى مما هو مصرح به وإصابات أكثر، وتصنف ليبيا واحدة من 7 دول في شرق البحر الأبيض المتوسط تشهد زيادة مضطردة بالإصابات. معدل الشفاء كذلك هو مرتفع ومؤشر جيد ومطمئن إلى حد ما. الآن ونحن مقبلون على موسم الشتاء، حالات إنفلونزا متزايدة وأعراضها مشابهة لكورونا تجعل الاشتباه عال والمخاوف والهواجس تتزايد. وحديث آخر عن ضرورة وضع خطط واستراتيجيات للفترة المقبلة غاية في الأهمية، فأجهزة التنفس والأسرة وأقسام العزل والطاقة الاستيعابية جميعها أمور ذات أهمية عالية. فهل نتعلم من الأخطاء السابقة ونسابق كورونا بخطط استباقية لكورونا، أم نتبع ذات المنطق والأسلوب المعتاد؟ يأتي شتاء تهاجمنا كورونا أو تتفاقم الحالات، تخرج الأمور عن السيطرة، يختلط الحابل بالنابل وكورونا بالإنفلونزا، نتابع مصابين لا يجدون مكانا ولا سرير، وكل يلقي اللوم على الكل. لسنا متشائمين ولا هو سيناريو مستغرب أو صادم، بس ياريت مسؤولين الموقرين شرقا وغربا يصدمونا ولو لمرة بخطة تجعلنا نستحي أننا حكينا عليهم وظلمناهم. حياكم. ما بين انخفاض ثم ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تطرح أسئلة تتعلق بأسباب عدم استقرار الحالة الوبائية بعد مرور 6 أشهر منذ اكتشاف أول حالة في البلاد أواخر شهر مارس الماضي. فعلى سبيل المثال، سجل المركز الوطني في الأول من هذا الشهر 509 إصابات جديدة بالفيروس موزعة على مختلف أنحاء البلاد من 2505 عينات تم فحصها، ثم انخفض العدد إلى 370 حالة إصابة في اليوم التالي من أصل 2290 عينة تم فحصها، ثم عاد مؤشر الإصابة للارتفاع بعدها بيوم واحد أي في الثالث من هذا الشهر إلى 722 إصابة من أصل 43 و28 عينة تم فحصها. فما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أعداد الإصابات بعد يوم واحد من انخفاضها، والعكس رغم أن العينات تكاد تكون متقاربة في بعض الأحيان؟ وهل هذا يشير إلى أن بؤر الإصابة بالفيروس باتت منتشرة في بعض المدن، وهو ما يؤثر على التفاوت في نسب الإصابات اليومية بين ارتفاع وانخفاض؟ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن بشكل رسمي من خلال إحصائيات يومية عن أعداد العينات التي استلمها والتي قام بفحصها من مختلف المدن والمناطق عن طريق المختبرات، ويعلن بناء عليه أعداد الإصابات بالإضافة لأعداد حالات الشفاء وكذلك الوفيات نتيجة مضاعفات الفيروس المستجد. إلا أن التفاوت في حصيلة إصابات يوم عن آخر باتت مؤخرا تتكرر رغم تقارب أعداد العينات إلى حد ما، فما هي أسبابها؟ وهل هذا يعني أن تسجيل انخفاض في بعض الأيام في مثل هذه الحالات لا يشير إلى استقرار الحالة الوبائية في البلاد؟ وهل يمكن اعتبار ذلك حالة عادية؟ مشاهدينا سلام الله عليكم وأهلا بكم من جديد في بالمرصاد كوفيد-19 الذي نرصد فيه الوضع الوبائي العام في عموم ليبيا. عموما المركز الوطني، وقبل الدخول في الحوار كما تعودنا، أعلن اليوم عن إصابة 628 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، تحدث عن 647 متعافي ووفاة 4 آخرين. يعني مفوض
قضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا كذلك يعني قاتلنا قدمت دعما طبيا إلى مراكز عزل المصابين بالفيروس في وقت أعلن فيه عن إصابة عدد من أعضاء فريق الرصد والاستجابة السريعة ريك دانيل، والمساعدات كانت عبارة عن ملابس صحية وقائية وأدوية. هذه المساعدات التي منحت في مركز بنغازي الطبي. أعلن على أن النائب الثاني لمدير برج الأمل دكتور وليد العبوري أصيب بفيروس كورونا، ونتمنى له طبعا الشفاء العاجل. غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة سوق الجمعة قالت أن الوضع الوبائي داخل البلدية في تناقص مستمر، ولكن هناك مشكلة في تأخر إجراء المسحات من قبل المواطنين إضافة إلى تأخر النتائج. هذا ما يعني صدر عن سوق الجمعة. طرابلس تواصل تصدرها قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلا للمصابين بالفيروس، وكذلك أعداد المتعافين والشفاء تعد ممتازة إن صح التعبير وفق البروتوكول الجديد الذي بدأ يتم اعتماده فيما يتعلق برصد الحالات التي يتم شفاؤها من فيروس كورونا. طبعا هنا أيضا نتحدث عن يعني تحديثات انتشار وباء كورونا الصادر كذلك عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن بنغازي هي الأعلى حاليا في معدل الوفيات يعني من المصابين بالفيروس. هناك يعني وفي لفتة لعملية الإكرام والتقدير لكل من يقوم بعمل تطوعي أو لكل من يقوم ب يعني المساعدة حقيقة. هؤلاء الناس هم الذين ينبغي تكريمهم، هؤلاء الناس هم الذين يمثلون الوطن في هذه المرحلة التي يعني نتابع فيها أن في المسؤولين والميزانيات وما إلى آخره هناك عملية سلب، عملية نهب، عمليات سرقة، ولكن هناك أناس تحب هذا الوطن، هي الناس البسيطة، الناس التي ما عندهاش مطام على في ملايين ولا غيرها. جميعا علينا أن نركز على هذه النماذج الإيجابية. سميرة حسين بوعزة وهي عاملة نظافة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية العصبية بقسم فاطمة للنساء، يعني هذه السيدة الفاضلة كرست حياتها لخدمة مصابي كورونا. المرأة تبلغ من العمر 53 عام حقيقة بعد ظهور حالات موجبة في قسم النساء في مستشفى الرازي، وبالرغم من أنها ليست من الأطقم الطبية إلا أنها وبدافع إنساني، هذه السيدة سيدة سميرة تركت أهلها وأبنائها وأبلغتهم أنها مش حتغادر المستشفى حتى تحتفل بشفاء كل الحالات النزيلات الذين التي أصبنا بهذا الفيروس، ومكثت حتى مع العناصر الطبية والطبية المساعدة في قسم العزل ويعني معرضة نفسها للخطر تاركة لبيتها وأولادها، وفي النهاية هي لا يطالها شيء من هذا الأمر وليس لديها أي منفعة إلا منفعة الوطن وحبها لخدمة بلادها. هذه النماذج المشرفة من النساء والرجال حقيقة هي من يسلط على هذا، وأنا من هنا أدعو إذا ما أحد استطاع أن يعني يربطنا بالسيدة سميرة حسين بوعزة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية، أتمنى إذا ما كانت تستمع إلينا أو كان أحد يعرف هذه السيدة الفاضلة أن يستمع إلينا. نريد نحن هنا في البرنامج وفي قناتنا أن يعني أن نتواصل مع السيدة سميرة حسين بوعزة، نريد أن تخرج معنا، أن تتحدث معنا عن هذه التجربة وعن هذه يعني التطوع الذي تقوم به، لأنها هي من تستحق التقدير وأولئك أو النماذج المشرفة ولا غير ممن يستحق بصراحة هذه أو هذا التقدير. السيدة سميرة حسين بوعزة نحن يعني فخورين بك، أنت مثال يحتذى في هذا الوطن، وأتمنى أن يربطني بها أحد حتى أستطيع من أن تظهر معنا في حلقة أخرى لتقدم نموذجا لكل مسؤول غير مسؤول عن بلاده لا يهمه حال المواطن وسعيد وهو يسرقه ويضع هذا المال الحرام إن صح التعبير الذي هو ممنوح لصحة المواطن يضعه في جيبه. عموما
إذا كان أحد يستمع إلينا من مستشفى الرازي للأمراض النفسية نتمنى أن يكون هناك تواصل مع السيدة سميرة. عموما سوف نتحدث عن صبراتة التي يعني الوضع فيها، قسم العزل كيف هو في المنطقة الغربية، نتحدث عن بنغازي، نتحدث عن طبرق، ونحاول أن نجمع العديد من المناطق. سوف يكون معنا رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية سيد معتز طرابلسي، سيكون معنا أيضا عضو مكتب الإعلام بلجنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا السيد عبدالله أشاح، سوف يكون معنا مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنا إبراهيم عزوز، أيضا سيكون معنا مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في الخدمات الطبية بنغازي أحمد العوامي ودكتور أحمد العوامي. وأتمنى يعني بس من الزملاء في قسم التنسيق إذا كانت هناك صفات اعتبارية للضيوف أرجو أن يتم وضعها حتى يعني نستطيع أن نتحدث بصفات اعتبارية دقيقة. دكتور عقيل العمامي أيضا طبيب في برج الأمل، إذن وعضو اللجنة الاستشارية الطبية مكافحة كورونا طبرق الدكتور أحمد الفزاني، كل هؤلاء الضيوف سوف يكونون معنا وينضمون إلينا تباعا. أبدأ ب مش عارفة من اللي بس يشار لي أنه نعم السيد أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في الخدمات الطبية بنغازي، أيضا أرحب بك سيد العوامي. يعني نحتاج فقط أن نعرف كيف هو الوضع الوبائي في مدينة بنغازي في هذه المرحلة. نعم لك في الفريق برنامج من أدنى عبر المواقف وضع الوبائي طبعا بحسب الأحصائيات التي أحضرها معمل كوفيد 19 في مركز بنغازي الطب كانت إلى تاريخ سبتمبر بلغت يعني فقط 2000 حالة موجبة، يعني 2123 حالة موجبة منها 1705 حالة مثل. فالوفيات أيضا بحسب برج الأمل وأيضا مركز في طوارئ العام يعني أكثر من 300 حالة وفاة في مدينة بنغازي، وتعتبر يعني وفاة حتى يعني مرتفعة في واضح جدا بنغازي. نعم في مشكلة في الصوت، هناك تقطع، يعني يا ريت بس يتم التأكد من هذا الأمر حتى نستطيع أن نعود مرة أخرى للسيد عوامي. أذهب إلى عضو مكتب الإعلام بلجنة الطوارئ مكافحة وباء كورونا عبدالله أشاح. سيد عبدالله بعد الترحيب بك الآن، كيف هو الوضع في صبراتة من حيث يعني الحالات وقسم العزل وكل الإمكانات المتاحة لمكافحة وباء كورونا؟ السلام عليكم استاذ فاتن، اهلا وسهلا بكم وكل الطاقم العامل بالقناه. اهلا الوضع الحالي في مدينه صبراته يعتبر كارثي، ليس للتضخيم انما هو فهو كارثي جدا. حالات الاصابه وصلت من 275 حاله تقريبيا، منهم الحمد لله 106 حالات تم شفاؤها. حالات النشطه اللي حاليا موجوده 150 حاله في الحجر المنزلي. عندنا حوالي 8 حالات في داخل مركز العزل و8 حالات وضع الصحي غير جيد. تم تسجيل حوالي 12 حالة وفاة داخل بلدية صبراتة بفيروس كورونا. طيب تحدثت عن 8 حالات وضع الصحي كما فهمت غير جيد، صحيح؟ سيد عبد الله في مشكله طبعا في الخط في الاتصالات نتيجه لانقطاع التيار الكهربائي مع الاسف، وهذه احد المشاكل التي ما زال المواطن يعني يواجهها حتى اللحظه. يعني سيد عبد الله كان المفروض حتى يطلع معنا سكايب صراحه، ولكن يعني التغطيه ضعيفه جدا ولا يمكن التواصل بشكل جيد. طيب اعود مره اخرى الى السيد احمد العوامي مدير مكتب الاعلام والتوعيه والتثقيف الصحي في الخدمات الطبيه بنغازي. الان الحديث في بنغازي عن يعني وفيات تسجلها حسب المركز الوطني لمكافحه الامراض هي الاعلى التي تسجل في مدينه بنغازي بين المدن الاخرى. اسباب هذا التسجيل او ارتفاع حالات الوفاه في بنغازي؟ نعم هو طبعا اختفاء يعني ممكن بسبب ان بنغازي طبعا تعتبر اكبر مدينه في المنطقه الشرقيه، وبالتالي في كثير من الحالات اللي خاصه تكون حرجه تاتي الى مدينه بنغازي، يعني هذا ممكن من ضمن الاسباب اللي تخلي طبعا الوفيات مرتفعه. طبعا اي وفاه في بنغازي حتسجل على مدينه بنغازي،
بالإضافة إلى ممكن حتى ارتفاع الحالات، يعني الأرقام المسجلة أو المعلن عنها هي التي تم تأكيدها بتحليل البي سي آر، ولكن كيف ما نعرف أن بسبب نقص المواد هناك حالات غير مسجلة، هذا ممكن على مستوى الوطن وحتى على مستوى العالم، وبالتالي ممكن يكون الحالات أكثر من ما هو مسجل، وكل ما زاد الحالات كل ما زاد إصابات الحالات الحرجة والحالات الضعيفة واللي تعاني مثلا من مشاكل صحية، وهذه تدخل في مضاعفات وقد تؤدي بها إلى الوفاة، يعني ممكن هذا هو السبب. ولكن مثلا طرابلس تسجل منذ فترة حقيقة الأعلى إصابات، ولكن نعم. من ناحية الوفيات بنغازي ما هيش جاية في الترتيب لا الثاني ولا الثالث من ناحية الإصابات، لكنها تسجل الأعلى وفيات. هل لهذا الأمر سبب أو علاقة بسوء الخدمات الصحية المقدمة؟ لا حقيقة، يعني الزملاء يبذلوا في جهدهم الحمد، يعني سواء كان في برج الأمل أو في مستشفى سيد عوامي، أتمنى ما فيش تكون مجاملة، أتمنى أن أتحدث بصراحة. نعم. هذه أختي فاتن طبعا تحتاج إلى ممكن دراسات، وتحتاج إلى ندوات، وتحتاج إلى أن يكون هناك ناس مختصين يعني ممكن يعطوا صورة بشكل أوضح، ولكن أنا أتكلم في العموم، يعني فالمرجح أن كثير من الحالات تأتي من خارج بنغازي، وأيضا نحن نتوقع أن الحالات أكثر من ما هو مسجل، يعني يعني هذا هو الأشياء نحن كإدارة خدمات صحية نعم. كغرفة مركزية وكناس يعني نعمل في المستوى الأول، هذه هي الأسباب المرشحة لزيادة الوفيات. سوف أتحدث عن هذا الأمر، لأن منظمة الصحة العالمية لديها تقرير فيما يتعلق بأعداد الوفيات في ليبيا، ولكن دعني أذهب أولا للسيد إبراهيم عزوز مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنا. سيد عزوز بعد الترحيب بك، وقبل أن أسألك عن الوضع الوبائي في درنا، الأسبوع الماضي كان في حديث على أن درنا خلال الأسبوعين الماضيين كانت تسجل نسب إصابات أقل، يعني ما دقة هذا الكلام هذا أولا، والأسباب التي أدت إلى وصول درنا إلى إصابات أقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتكم. أول شيء الحمد لله الوضع الوبائي في مدينة درنا أصبح أقل، إصابات عدد قليل جدا إلا الحمد، يرجع السبب إلى ممكن التزام الناس أو أي ناس لموضوع في كورونا. ثاني السبب يرجع إلى وجود عناصر طبية أو بالأحرى نقولوا أن العناصر الطبية مش اكتشفت الهلال ولا اكتشفت من الكورونا. نعم، في تقطع في سيد في صوت سيد عزوز. طيب انا ما فهمته من الاسبوع الماضي حتى من ضيوف ان طبرق ودرنا كانت يعني سجلتا حالات اقل نتيجه لالتزام الناس، وانت الان تؤكد لي بان يعني الالتزام هو احد الاسباب المهمه. الحالات يعني او الافراح يعني المناسبات الاجتماعيه في مدينه درنا، هل تم تخفيضها بشكل كبير؟ هل يعني انا ما بيش نقول الغيت، ممكن ما كنش كلها الغيت، ولكن هل تم التعامل بجديه مع هذا الامر مما سبب في انخفاض الحالات؟ هو صراحه تلتزم الناس بهذه بالعادات الاجتماعيه وبالمناسبات الاجتماعيه بالاحرى، وقلت الزيارات وقلت التواصل في المناسبات بكثره، او حتى بالعادات المجتمعيه في ليبيا. هذا جزء من كبير لرفع العبرة عن الناس وقلل الناس من نتائج المعارض. طيب الآن كم من يوم سجلت حالات إصابة في درنا، معدلات الشفاء ومعدلات الوفيات؟ في مشكلة في الصوت، يا ريت تعاودوا الزملاء بس الاتصال حتى نستطيع أن نتحصل المعلومة. في مشكلة كبيرة اليوم في الصوت يبدو في أغلب المدن نتيجة انقطاع تيار الكهرباء وضعف التغطية. أعود مرة أخرى للسيد عبد الله وشاح من صبراتة، عضو مكتب الإعلام بلجنة الطوارئ مكافحة وباء كورونا. سيد عبد الله، كنت تتحدث عن الوضع في 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 صبراتة، وكنت تتحدث أن في 8 حالات تقريبا هي في وضع غير جيد، هل هي موضوعة في قسم العزل؟ وما هي الفئات العمريه؟ ان كان لديك معلومات، والاصابات اغلبها يعني اصحابها مما يشتكون بالتحديد، مشاكل وين؟ 8 حالات موجوده حاليا داخل مركز العزل الكفري، اعمارهم تتراوح ما بين 40 الى 98 تقريبا سنه،
كلهم كبار السن بين سيدات ورجال. الأعراض الموجودة عند أغلبهم ضيق حاد بالتنفس، التهاب بالدفع الأعصاب الأساسي في أي مصاب. عندهم في بعض المرضى عندهم درجة حرارة مرتفعة. والطواقم الطبية الموجودة حاليا تعمل جهود عند عليهم حالة خروج من منطقة عزل بعد تحسن حالتها. يومان سجلوا حالة خروج من منطقة عزل وبقاء في الحجر المنزلي. لله الحمد يعني كانت في حالة فيها وشفاء الله نوعا ما، يعني الأعراض نفست عندها، تنفس رجع طبيعي نوعا ما، فتم خروج من منطقة عزل وارسالها إلى بيتها للحجر. طيب سيد عبد الله، كيف الوضع داخل قسم العزل؟ هل الإمكانات المتاحة في قسم العزل يعني كفيلة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب، أما أن الإمكانات محدودة؟ وأتمنى أن يكون هناك شفافية وصراحة في الحديث. بخصوص منتج العزل، وهو منتج يتم شأنه عن طريق الجهاز العسكري بمجلس الرئاسي، المركز هيكلية متكامل على التظاهر فيها. السيدات موجودة فيه. العائق الكبير والعائقين الكبيرين داخل مركز العزل رقم واحد الدرجة الأولى دكتور سيلين السائل الأول السيمانات. سيلين سائل يجينا عن طريق طرابلس، يجيب كمية شحيحة جدا. هذا الأكسجين. السيمانات الأكسجين أيضا يتم تعبئتها، لكن الاستهلاك اليومي للمصابين بالأكسجين في ربكة. لا حتى استمع لك بشكل واضح سيد عبد الله، حتى معلش واحده الان في مشكله في استوانات الاكسجين وتعبئتها، انها لا تكفي، الاعداد مش كافيه. صحيح والتخمه في الاكسجين، استوانات الاكسجين السائل اللي جاي عن طريق طرابلس عن طريق معتيقه، الاثنين في مشكله في توفير الكميه الوفيره نعود لنفقد الاتصال مرة أخرى. معلش الزملاء، نعاود مرة أخرى مع سيد عبد الله. أنا أعرف أن حتى كان قبل التواصل بأن يعني انقطاع تيار كهربائي يسبب مشكلة مع الأسف في التواصل. أذهب مرة أخرى لسيد العوامي. سيد العوامي، الآن منظمة الصحة العالمية في تقرير لها حقيقة تحدثت عن أو شككت في مصداقية الأرقام التي تعرض من قبل أو التي تصدر من قبل مركز الوطن لمكافحة الأمراض، وقالت أن عدد الإصابات قد يكون أعلى وأن ما فيش نظام مراقبة للوفيات في ليبيا، فهذه الأرقام التي تعرض هي أرقام غير دقيقة وغير وقد تكون أعلى من ذلك. تعليقك حول هذا الأمر. نعم، هو المركز أختي فاتن يعني ذكر في إحدى إعلاناته ممكن أعتقد أمس أول أمس قال ان هذه الاعداد هي اقل من ما هو موجود بسبب قله الامكانيات، بسبب نقص المشغلات، وايضا بسبب المشاكل اللي يعانيها الجنوب. يعني هذا ترى المركز طبعا هذا شيء يعني ترى علنا تحدث، يعني لو تكلمنا على بنغازي طبعا فيما يتعلق بالوفيات هذه يعني بحسب تصدر بدقه، يعني حسب ما اعلنوا زملائنا سواء كان في برج الامل او في في مستشفى الهواري العام، حقيقه وهي ارقام تعتبر عاليه كيف ما ذكرتي، كيف ما نبه المركز الوطني. ورغم ذلك اختي فاتن، طبعا نحن في الغرفه المركزيه وكاداره خدمات صحيه وكمكتب ترتيب صحي نركز كثيرا على برامج التوعيه والترتيب الصحي، تعتبر هي الحل الامثل لمنع او للتقليل من الانتشار، ولكن مقابل ذلك نجد بعض من يشكك ومن يقول ان لا توجد كورونا مثلا، ان الموضوع فيه تفقيم، ان ما فيش الكلام هذا غير صحيح، والكلام هذا صحيح والوفيات صحيحه والاعداد في تزايد، والاعداد مؤكد انها اكثر مما هو معلن، يعني هذا شيء مؤكد. لأنه ما تقدرش تعلن إلا لما تأكد بتحليل البي سي آر، وأعتقد أن ليبيا كلها تعاني من نقص هذه المشغلات، وبالتالي حقيقة لابد من أن برامج التوعية يعني تكثر. نحن كغرفة مركزية حقيقة نركز كثيرا يعني بكل الوسائل، يعني قبل قليل كنا
في برنامج مسموع ونظهر بشكل يومي من خلالكم، بارك الله فيك على اهتمامكم، ولكن البرامج لابد ان نتكثف، خاصه كما ذكرتي في بدايه الحلقه ان نحن يعني حتبدا الانفلونزا الموسميه ونزلات البرد وهذا كله حيزيد يعني الثقل على المستوى الثاني. طيب لماذا لا يكون هناك نظام مراقبه للوفيات في ليبيا حتى يتم على الاقل حسم مساله ان معرفه الارقام زي ما في بروتوكولات التشافي او التعافي، يعني ان يكون هناك نظام انظمه مراقبه هي تقوم بتسجيل هذا الامر؟ هل من الصعب ان يكون هناك انظمه مراقبه لمعرفه تسجيل الوفيات كما تسجيل حالات التعافي والشفاء؟ طبعا هذا ممكن يسعي المركز الوطني لمكافحه الامراض الجهه المختصه وايضا وزارات الصحه اختي فاتن. نعم. لكن كيف ما قلت لك يعني بالنسبه للبنغازي يتم الإعلان عن كل شيء يعني بحسب صفحات الرسمية سواء كان لمركز بنغازي الطبي أو مستشفى الهوى العامي، نحن نتبعها بشكل يومي كغرفة مركزية في بنغازي. نعم. طب اقرا معي، يشار لي بان السيد ابراهيم عزوز مدير مستشفى الوحده العلاجي التعليمي بدرنا عاد الينا من جديد. سيد عزوز، كنا نتحدث عن الحالات اليوم فيما يتعلق بدرنا من حالات الاصابه الى التعافي الى الوفيات. نعاود من جديد نقول لك ان عدد الحالات الموجوده اللي تصل لعدد الطريق حتى اللحظه عدد حالتين فقط لا غير. بالنسبه لنا هذا في قسم العزل، انا معلش لان كان الصوت غير واضح وكان يتقطع لذلك لم نستطع ان نفهم، تفضل. فيما يخص قسم العزل، بدايه نعطيك احصائيات من بدايه ظهور حالات الكورونا في مدينه دارنا. نزل عندنا 87 حاله، تمام. عدد حالات الشفاء كانت 59 حاله، عدد الوفيات حقيقه 25 حاله. حالات اللي كانت على أجهزة التنفس الصناعي تقريبا حالات، تمام. حالات النساء والولادة كانت حالتين، حالات الأطفال كانت 5 حالات أطفال. آخرهم متوسط أعمار الحالات اللي دخلنا عندنا بقسم العزل، هذا كله ما دخل بقسم العزل. متوسط الأعمار ما دخل قسم العزل من 65 ل 85. فيما يخص الحالات الموجودة حاليا، عندنا حالة موجودة على الفنتليتر وهي للأسف طفلة يعني تبلغ من العمر 15 عام، والحالة الموجودة الثانية تقريبا في عمر 70 عام. هذه الطفلة الصغيرة ما هي الأعراض التي تعاني منها سيد عزوز؟ طبيب، ولكن الأعراض أعراض الكورونا تزامنت مع وجود حقنة التطعيم، في زي ما نقولوا الاعدادي او تطعيم الورم الحليبي زي هذا. طيب. فاصيبت مع كل الاعراض فايروس على فايروس، زادت حالتها حاليا ممكن لها اكثر من اسبوعين على جهاز التنفس الصناعي. هل التطعيمات التي تؤخذ للاطفال في الاعمار يعني الفئات العمريه على حسب عمرهم، هل قد تضر عندما يتم الاصابه، يعني يحصل نوع من الانفكشن او الامر من هذا الامر؟ انا لست بطبيبا لذلك على هذا الموضوع. لا يعني ما انت قلت لي ان السبب البنت، لان البنت عمرها 15 سنه صغيره في السن. كيف دخلت عندنا كانت هي كانت في حاله امتحان وعندها اعراض الكورونا واخذت تطعيم، هذا السبب الثاني، مش نحن ربما يكون عامل مساعد. يعني انا اتحدث عن تشخيصها، كيف تم تشخيصها؟ تشخيصها بهذا السبب ان عندها اعراض كورونا، ولكن السؤال اللي يطرح موضوع انا من وين بستنزلها، في المخالفين، الناس المخالفين كانت في حاله امتحان، شنو السبب؟ الامتى زادت حالتها سوءا؟ شنو امتى؟ لما اخذت التطعيم كانت الحاله زادت سوءا، فعلى هذا الاساس بنيت المعلومه. نعم، يعني هي اخذت التطعيم بعد ما كانت مصابه بس ما عندهاش علم بالاصابه. كانت عندها اعراض الكورونا ولكن بدون درايه بالموضوع، يعني عندها حراره مرتفعه ولكن اخذت التطعيم زادت حالتها سوءا. طيب الوضع الصحي الان لهذه الطفله يعني والله نتمنى لها الشفاء، ما نقدرش ناكد لك انها وضعها صحي. طيب الان ماذا تعاني؟ يعني شو المشاكل اللي عندها، تنفسيه او ماذا بالتحديد؟ ما زالت على جهاز التنفس الاصطناعي، ما زالت على جهاز التنفس الاصطناعي. كم ليها يوم؟ كم ليها يوم بهذه الحاله؟ اكثر من اسبوعين. اكثر من اسبوعين. نسأل الله السلامة عليها طبعا، يعني لما نتحدث عن فئات العمرية الصغيرة، وطبعا كورونا ليست نعم. طيب ابقى معي سيد عزوز، ولكن أذهب إلى السيد عبد الله أشاح لأن
التغطية والانقطاع تيار الكهربائي يسبب مشكلة في التواصل. سيد عبد الله، كنا نتحدث إلى أن انفصل الخط مرة أخرى، تفضل. أهلين سلفات. نعم. كنت تابع ما كنت تتحدث عنه. نعم، نتحدث عن المشاكل اللي تواجه مركز العزل. نعم. قلنا بالدرجة الأولى نقص الحاد في الأكسجين السائل والأكسجين الاستوانات. المشكلة الثانية الطواقم الطبية، سواء من أطباء أو فنيين أو تمريض العاملين داخل مركز العزل. مركز العزل في مدينة صباطة حالياً عدد 2 أطباء فقط الموجودين داخل المركز، 4 فنيين تخدير مع 2 ممرضات. فقط 2 أطباء؟ لا، خلينا أخذها معك واحدة واحدة. خلينا أخذها معك واحدة واحدة. أولاً عدد نقص طيب خلينا أخذ فقط. خلينا نأخذ موضوع نقص الأكسجين، لأن هذا أمر مهم، وكيف ممكن أن يتم توفيره الآن؟ هل هناك نقص كبير في الاسطوانات الأكسجين التي يعني تغذي قسم العزل، أم هناك اكتفاء داخل المكان؟ هناك نقص ولا يوجد اكتفاء، نقص شديد في الأكسجين. إلى أي حد؟ السائل نقص شديد بدون تحديد، لكن نقص شديد غير كافي نهائيا أو غير مطمئن. كمية الأكسجين الموجودة حاليا أو كمية اللي تجي لمركز عزل غير مطمئنة جدا. طيب، هل خطبتم الجهات الرسمية بالخصوص؟ بالتأكيد. لجنة طوارئ مركز العزل خاطبوا جميع الجهات المسؤولة في وزارة الصحة، حاولوا أنهم يعطون فكرة إنشاء مصنع للأكسجين داخل مركز العزل لتعبئة الأسطوانات أوتوماتيكيا. هذا سهل هلبة من تعبئة الأسطوانات أو أحضار الأسطوانات للبرابط أو من غيرها. طبعا في الوقت هذا في عندهم مستشفى صبرات، عندهم مصنع لتعبئة الأسطوانات الأكسجين متعاونين بشكل كبير مع مركز العزل، يتم تعبئة الاسطوانات عند مستشفى صبراته. المعضلة في مصنع الأكسجين اللي بمستشفى صبراته انه ما يقدرش يوفر العدد المطلوب لمركز العزل في نفس الوقت العدد المطلوب في المستشفى. طيب، هذا ليش يعني هل كان هناك استجابة كان هناك استجابة من قبل الجهات الرسمية او المسؤولين فيما يتعلق بهذه الطلبات وهذا النقص الموجود؟ أمانة صراحة انا ما عندي خلفية حاليا على الإجراءات اللي صارت، ربما يعني تمام. الآن أيضا تتحدث عن الأطباء، بس ما فيش إلا طبيبين وأربعة فنيين تخدير وعدد من ممرضة فقط لغير. طيب، هل هذا يعني يغطي المكان والطاقة الاستيعابية لوجود أي مرضى أو تزايدهم؟ بالطبع لا، مع الكم الهائل الحالات اللي تسجل في مدينة صبراتة اليوم تصنف الحالة، لا قدر الله الحالات اللي عند مدينة صبراتة هي 150 حالة، لا قدر الله فيهم حالات تابو أو حالات خارجة حيجوا لمركز العزل حكمي أمام مركز العزل. فمستحيل مستحيل جدا إحنا بثمانية عناصر يتم تفجير مركز العزل، مستحيل يا أستاذة فاتن. المشكلة الرئيسية هذه مكانها بترابط وزارة الصحة. وزارة الصحة حتى هو ما تفرش أي مكافآت للطواقم الطبية والطبية المساعدة داخل مراكز العزل. نفس القصة، المرتبات ولا المكافآت ولا حتى المرتبات لم تصرف. المرتبات الأساسية للطواقم الطبية اللي من جهة عملها اللي في المستشفى أو في القصر تقريبا ما أي مسؤولة. أما المكافآت اللي المفروض أن تصرف فيهم عندنا طواقم معظم من الأيام أكثر من شهر في داخل مركز العزل. عندنا مجموعة الطواقم الطبية سواء في مدينة صبراتة أو غير مدينة صبراتة توجهوا للعمل في الجنوب. في الجنوب آلية العمل تختلف. ليش توجهوا للجنوب؟ لماذا توجهوا للجنوب؟ لأن المجلس الرئاسي صرف كفاءات خاصة بالطواقم الطبية داخل مركز العزل الجنوب بآلية أخرى. يعني اللي يشتغل سوا اللي يمشي يشتغل في الجنوب حيتم بالعامي حيخلصوه شهر وشهره والشهر حيخلص لانهم بلد خاص. وتم مناقشه دكتور خليفه بكوش احد الطواقم الطبيه في سياح المدن المجاوره قالوها انتم بنخلصوا، وقلت له ليش الجنوب يخلصوا؟ فكانت اجابه واضحه صريحه ان الجنوب
يتم صرف مكافآت عن طريق مجلس الرياسه وليست وزاره الصحه. هذا اللي خلى جميع الطواقم الطبيه اللي بيشتغل في شغل الجنوب لانها راح يخلص كل نهايه شهر. يعني الان هناك عزوف عن العمل داخل المكان نتيجة والذهاب أو الميل إلى الجنوب نتيجة صرف مكافآت تصرف من المجلس الرئاسي للأطقم الطبية. صحيح. يعني هذه المعلومات دقيقة سيد عبد الله؟ بإذن الله. طيب ابقى معي، أذهب مرة أخرى سيد أحمد العوامي. سيد العوامي الآن ويعني نحن نتابع هذا الوضع في عموم ليبيا حقيقة، كل منطقة مما تعاني وإلى آخره. نحن اليوم مقبلين على فصل الشتاء، وحقيقة وجهت كورونا ولا هذا الفيروس منذ البداية دون أي تخطيط استراتيجي وبتخبط كان واضحا. كانت هناك بعض الأشياء الإيجابية لا ننكر، ولكن كان هناك كثير من الأخطاء والتخبط، ومن المفترض يكون هناك نوع من التعلم من الدروس. يعني حقيقة الآن مع فصل الشتاء والاختلاط ما بين الانفلونزا العادية وما بين الفيروس الذي هو شبيه بهذه الأعراض، يعني هل هناك فكرة لوضع خطط واستراتيجيات لهذا الأمر أم سيترك الأمر للوقت والظروف دون أي نوع من الدراسة؟ نعم، اختفاءات طبعا نحن أنا أتحدث عن المستوى الأول، مستوى الرعاية الصحية الأولية. يعني نحن في الغرفة المركزية اللي تتبع الخدمات الصحية بنغازي يعني نعمل منذ 7 أشهر، يعني من شهر 3 كثفنا العمل وفق اختصاصنا كإدارة خدمات صحية في مدينة بنغازي، وأيضا لدينا مكتب الرعاية الصحية اللي يتبع قسم الأمراض الساري واللي تحته وحدة خاصة بالرصد والتقصي، وعملنا وفق القانون الصحي وفق اختصاصنا اللي عطى لنا، يعني ولم يعني في الطبيعة لم نتقبض الحمد لله. يعني قمنا في عديد المهام، يعني حاولنا كثيرا ان نقلل من انتشار الجائحه من خلال تتبع الحالات المخالطه، من خلال الحجر الصحي سواء كان المؤثر للناس اللي رجعوا الى ليبيا، من خلال ايضا حتى في الفتره الاخيره يعني غطينا كل المؤسسات التعليميه في مرحله التعليم في مرحله امتحان الشهاده الاعداديه وايضا الشهاده الثانويه والمعاهد، يعني بمراقبين اللي اكدنا على تطبيق الاجراءات الاحترازيه باش احنا نمنع او نقلل من انتشار هذه الجائحه اللي اصبحت جزء من حياتنا اليوميه. فيما يتعلق يعني ونحن مستمرين الان كما ذكرت سابق، نحن كخدمات صحيه بنغازي وكغرفه مركزيه من خلال كل المكاتب المختصه اللي انضمت اليها كمكتب الرعايه الصحيه، مكتب التثقيف الصحي، مكتب الخدمات الطبيه وغيرها، يعني مكتب التخطيط، مكتب الجوده، مكتب يعني كل المكاتب المختصه. نحن الان يعني ما زلنا مستمرين في نفس الخطه اللي وضعناها وبدينا فيها، وفي الفتره هذه مركزين على جانب التوعيه والتثقيف الصحي فيما يتعلق بالانفلونزا، يعني المركز الوطني وايضا منظمه الصحه العالميه وكل الناس المختصين. يعني نحن حتى في فتره سابقه اي اعراض برد يعني نعتبرها نحن كوفيد 19، يعني سواء كانت معاش المفروض ما نفرقوش ونلتزموا بالعزل المنزلي. لو حد تعبت حالته انا يطلب شنو المشوره الطبيه. ولكن طيب. الاعراض البسيطه لازم اي حد يعني يخضع نفسه للحجر المنزلي حتى تنتهي الاعراض باش نقلوا حقيقه من انتشار هذه الجائحه. طيب ابقى معي، اذهب مره اخرى لسيد ابراهيم عزوز مدير مستشفى الوحده العلاجي التعليمي بدرنا. سيد عزوز لا أعرف إذا انقطع الخط ولا لا. نعم انقطع الخط مع سيد عزوز. طيب أذهب مرة أخرى سيد عبد الله أشاح عضو مكتب الإعلام بلجنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا. سيد عبد الله كنت تتحدث عن نقص في اسطوانات الأكسجين وتحدثت عن الأطقم الطبية التي هناك فيها عزوف كبير. الآن حتى يتم تغطية المكان من جديد كم؟ طيب فصل مرة أخرى لا أعرف اليوم يعني التغطية ضعيفة جدا في ليبيا مع هذا الانقطاع. هذا مرة أخرى لسيد عزوز عاد لنا من جديد. سيد عزوز الآن وكنا نتحدث عن الوضع في درنا،
طبرق الأسبوع الماضي يعني لست أيام متتالية سجلت صفر حالات، ولكن عادت لتسجل من جديد، وهناك تصريحات من بعض المسؤولين التي يخشون من أنها يعني تنذر بموجة جديدة للوباء في طبرق. في درنا هذا الانخفاض كيف يتم التعامل معه؟ هل يتم التعامل معه على أنه شيء إيجابي للطمأنينة، أم يتم التعامل معه بحذر لأنه قد يعني يكون فترة لإزدياد حالات من جديد مع المرحلة القادمة؟ سيد إبراهيم، طيب يبدو أننا فقدنا أيضا الاتصال بسيد عزوز مرة أخرى. أذهب مرة أخرى للسيد العوامي. سيد العوامي، تتحدث عن يعني خطط التوعية والتثقيف ومحاولة التوضيح للناس فيما يتعلق بهذا الأمر، رغم كل هذه الإصابات وحالات الوفيات، إلا أن الناس لازالت البعض منها تشكك في هذا الأمر. يعني هو الرئيس الأمريكي أصيب بكورونا، فما عادش يعني أعتقد أن الناس يعني، لكن تظل نظرية المؤامرة طبعا دائما موجودة. ولكن هناك لوم وعتب كبير على مركز البنغازي الطبي برج الأمل بالتحديد. أنا تصلني شخصيا كثير من الشكاوى بصراحة، وعلى الرغم حتى تواصلنا مع يعني مع سيد خليل جويدر وشخصيات أخرى للتأكد من كيفية العمل هناك، إلا أنك هناك شكاوى كبيرة الآن. اللوم مش طبعا على المسؤول وحده، المسؤول أيضا على اللوم أيضا على المواطن، ولكن هل الرعاية الصحية في بنغازي، ودعني أتحدث عن بنغازي لأنك حضرتك من هناك، تقدم أو أنتم راضون عن الأداء الذي تقوم به في هذه المرحلة؟ نعم، هو حتى رغم قلة الإمكانيات كيف ما تعلمي على مستوى ليبيا، لكن نحن في الرعاية الصحية، لما نقول رعاية صحية أولية نحن نتحدث على المستوى الأول، يعني مستوى ما قبل المستشفيات. اختفات المستشفيات هو يعني مستوى آخر، مستوى أعلى ليس من اختصاصنا نحن. فنحن نركز على الرعاية الصحية الأولية، هي قريبة من المواطن، نحن نقدمها من خلال مرافق الرعاية الصحية الأولية، العيادات المجمعة والمراكز الصحية وأيضا الوحدات الصحية اللي الحمد لله منتشرة في كل الأحياء، وهي قريبة من المواطن، وهي تعمل يعني بالفترتين الصباحية والمسائية، وفيها يعني كل عناصر الرعاية الصحية، خاصة لو تكلمنا عن التثقيف الصحي، عن برامج الحكومة وغيرها من البرامج اللي هي تعتبر قريبة من المواطن، بالإضافة إلى الأمراض الشائعة والتطوير الأدوية والأشياء البسيطة. يعني هذا هو مستوانا اللي نحن نركز عليه في إدارة الخدمات الصحية في مدينة بنغازي، وكشف أيضا حتى مكافحة الأمراض المعدية وغيرها من الأشياء هذه. لكن نحن في أمر مهم جدا، اختفات يعني المسؤولية ما هيش لما ندفعش، ولكن المسؤولية في مكافحة كورونا ليست مسؤولية قطاع الصحة فقط، يعني الكل مسؤول. لو احنا جبنا أبسط مثال الآن، المصارف، قطاع المصارف والازدحام، يعني نحن هنا معاش نلموا على قطاع الصحة ولا نلموا على المواطن، نلموا على مصرف ليبيا المركزي أو على المصارف نفسها اللي مفروض تكون عندها أيضا آليات وعندها إجراءات تقلل من الازدحام. ولكن على سبيل المثال المصرف سين يعني المواطنين ان جاب سيوله، والمواطن له ممكن شهرين او ثلاثه ما عندهش او اكثر ما عنده سيوله، ويقول لنا انا اعطيك سيوله على مدار اسبوع فقط او على مدار يومين فقط، يعني بالتاكيد حيكون في ازدحام وحيسبب في انتشار هذا من جديد. يعني هذه انا امور نحن نشوفوها في بنغازي وفي غير بنغازي، فهذه حقيقه الكل لازم يكون في الصوره والكل لازم يكون مسؤول. طيب تتحدث عن الجانب التوعوي، ولكن إذا ما نزلنا للشارع الحياة تسير بشكل طبيعي. يعني هناك بعض الأسئلة التي تأتي الآن أن ما فيش نوع من الانضباط. صحيح أننا نتحدث مسؤولية جماعية طبعا، ولكن ما فيش الذي يعني يحقق الانضباط هي القوانين، ورجال الأمن هم من يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأمر. منبوش نقوله الإقفال، لأن التعايش أصبح يعني هو الطبيعي الآن، على الرغم أن الآن دول أصبحت تقفل مدن مش البلاد كلها التي تزداد فيها الحالات، ولكن بنغازي ولا طرابلس ولا الجنوب ولا أي منطقة، المناسبات في بنغازي مستمرة وعلى قدم وساق، التجمعات بشكل كبير،
لماذا لا يتم وضع ضمن الخطة الاستراتيجية وضع حد لهذه الممارسات؟ يعني إذا ما شوهد يعني مكان يقوم بافتتاح صالة أفراح يتم إقفالها، تغريم صاحبها بغض النظر، هكذا سوف يتم التقليل من هذا الأمر. وأعتقد أن اليوم درنا وطبرق نوعا ما قد حققت بعض من هذه المعادلة عن طريق الانضباطية. نعم أنا معاك ونوافق الرأي أختي فاتن. يعني حتى مثلا نحن نشوفوا حد الزحام في المقاهي، يعني مفروض أنا ما نقولش تسكروا المقهى، ولكن المقهى مفروض معاش يدير كراسي ويقدم مثلا القهوة يعني بالطلب، يعني من غير ما يجلس عند المواطن، وأيضا المطاعم تكون يعني حسب أو بأعداد محدودة. يعني نعم نحن نلاحظ في العالم ونحن جزء من العالم، يعني نحن موجودين في هذا المكان، إن المقهى ما يستقبلش أكثر من حد معين، على الطاولة الواحدة ما يجلسش أكثر من 3، تحقيق التباعد الاجتماعي ما بين الجالسين، يعني هو الموضوع الحياة تستمر سيد العوامل. نعم. ولكن هذا دور يعني الجهات المختصة، الحرس البلدي يا ريت يعني مش يعني نشوف فيهم، ولكن نحن نبو ننصحهم بمزيد من الجهد. زملائنا في الأمن الحقيقة كانوا واقفين معنا الفترة الماضية وكان دورهم مهم جدا، ولكن منهم أيضا وقفة جادة. فأنا قلت حقيقة مسؤولية الجميع، نحن تعايش لكن في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحمد لله صد مثال هناك الكثير اللي كان محترض على إقامة الامتحانات الحمد لله نجحت وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأنا من الناس اللي ننصح حتى المدارس لابد أن يفتحن، ولكن قبلها لازم يكون في تكثيف للتوعية للطلبة وأيضا حتى للمعلمين، ونقدر نحن نفتحه أو نديره آليات معينة، وهذا طبعا يرجع لوزارة التربية والتعليم ويبقى يعني، لكن قفل المدارس والأمور هذه يعني فيروس كورونا ما زال موجود ولم ينتهي بعد، فلابد حقا أن تكون في مثل هذه الآليات على مستوى الوطن. نعم طيب ابقى معي، أذهب إلى عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بطبرق دكتور أحمد الفزاني. بعد الترحيب بك دكتور أحمد، لو تضحنا في وضع الوباء داخل مدينة طبرق. السلام عليكم. أهلا بك. طبعا الوضع الوبائي في مدينة طبرق الوضع استقرار حذر. نحن وصلنا اليوم 220 حالة، اليوم سجلنا حالة جديدة وأمس سجلنا حالتين، يوم السبت سجلنا 3 حالات. تنبيه لك انت في الحلقه السابقه وفي الحلقه هذه نبهت ان طبرق ودارنا تزمن الى حد ما تزمن بالاجراءات. دارنا ما نعلمش عليها، بالنسبه لطبرق نسبه التزام 10 الى 20%، 20% نعتبر متفائل جدا اذا كانت نادره 20%. الالتزام الناس غير ملتزمه صراحه، في ناس توفت من الوباء وهذا زي عزوات يعني. فهمتي؟ استقرار الوضع يرجع الى حاجتين، اما ان الفيروس فقد قوته وهذا لا اظن لان ليبيا كلها متضرره. السبب الثاني وهو الارجح بالنسبه لي ان في ناس عنده عزوف الناس تعالج، على سبيل المثال في شخص دخلناه العزل يوم الخميس هلا طلعه وبعدها قعدنا نكلمه فيهم زي ان نفهموا فيهم الوضع، بس جابوه اليوم عشان سحبنا مثلا يعني. اليوم عندما دخل ماذا؟ معلش بس لان الصوت ما كانش واضح بالنسبه لي. بس دخل اليوم عشان سحبنا للعينه وطلع موجب، يعني قصدي في ناس عنده عزوف الناس تمشي تعالج حتى يجي اعراض بسيطه. في بعض الناس سبحان الله ما زالوا مكذبين. طيب لما طلع موجب دكتور، لما طلع موجب لا تحول الحجر خلاص، يعني تحول المركز الحياه وبدا يتلقف العلاج ومش مشكله، لكن نحكي اي تفسير ان الحالات انقصت. هو بلا شك رحمه ربي بينا، يعني هذه حاجه ما نختلفوش عليها اثنين، الله جل رحمنا. طيب انا الان هل الحالات دقيقه بس، هل الحالات فعليا قلل أو أن هذا يعتبر استقرار حاضر ونرجو في انتظار صحيح؟ أنا طبعا عندك تصريحات بأن قد ينذر بموجة جديدة، قبل أن أسألك بهذا الأمر، الآن أنت قلت ما فيش التزام والعزوات شغالة صح؟ بس في نعم والمناسبات حتى الأفراح تمام، يعني في تناقض الآن في التصريحات بصراحة، لأن الأسبوع الماضي عندما سألنا ليش طبرق مع درنا انخفضت فيها الحالات كان معنا شخصية اعتبارية موجودة من طبرق وتحدث عن أنه في انضباطية عالية في طبرق وأن معاش مناسبات اجتماعية ما فيش أفراح وأتراح وإلى آخره، لهذا السبب قلت الحالات. وتحدثنا من هذا المنبر على أن طبرق ينبغي أن تكون نموذج إذا ما كان فعلا الأمر يسير بهذا الشكل بأن يحتذى به في باقي المدن، ولكن الآن أنت تتحدث عن شكل شيء مخالف.
لكن انت الان تحدثني عن شيء مخالف، انه ما فيش انضباط. الشيء المخالف نقول لك نعم، الحلقه السابقه شهادتها طبعا، اللي اول ما تكلم على موضوع طبره ودرنا الدكتور احمد الضرات حكى، قال يعني من ضمن النماذج اللي يحتذى بها مش بس الدكتور احمد الضرات، اطلع انا نسيت الاسم، بس عارف من طبرق. عارف لا مش مشكله، وكل ينظر للموضوع من زاويته. لا بالنسبه لي باعتباري راشد فريق الاستجابه السريعه ومسؤول عن حالات الاشتباه ومشوفين، زاد اني عضو لجنه استشاريه، عارف الموضوع بالقدره في فكر الالتزام ممكن 10 الى 20% فقط اللي يكونوا ملتزمين صحيح. وعلى فكره لما نسجل حالات شفاء واجد، يعني مثلا اليوم عندنا 10 حالات شفاء، قعدنا احنا 6 ايام ما سجلناش حالات شفاء، لما ما سجلناش حالات اشتباه، لما ما سجلناش حالات اشتباه وسجلنا حالات اشتباه، الناس وكأنها ايش تطلع من طور الخوف وطور الحذر، يقولوا لا خلاص ما عادش يكون، يعني حتى اللي كان ملتزم يخالف الالتزام ويبدا يمارس حياته عادي. يعني مثلا اليوم طلعت في البلاد في وسط المدينه ما فيش حد لابس كمامه مثلا، وتجمعات تجمعات، يعني هذا شيء واقع ومشاهد لكل شخص قاعد في طبرق. طيب خليني اسالك، كم كانت في حاله في الفتره الاسابيع الماضيه تقريبا تسجل يوميا، واليوم انت تحكي عن حاله وحالتين في الايام هذه، كم كانت مقارنه بالايام الماضيه تكون في حالات يوميا؟ نظريا كارقام الحالات قلت، اكيد هذه ما يختلفوش فيها اثنين، في ليبيا كلها قلت، حتى في بنغازي اللي هي كانت تسجل في اعداد كبيره قلت الحالات. لكن لازم يسال السؤال هذا، ونحن في مجموعات عندنا خاصه بالرصاص في مستوى ليبيا سالنا السؤال هذا، هل العدد قل لان الحالات قلت فعلا، ام ان العدد قل لان الناس عندها عزوف انها تمشي تعالج، يقول لك لا هذه مرضى خفيفه وتونا قاعد نحوش نقص فيتامينات ونقص المقويات وخلاص وسيمشي الامر. هذا سؤال لازم يسال، والاجابه عند الناس مش عند الاطباء ولا عند حد. الاجابه عند الناس، هل فعلا عدد الحالات قل؟ يعني كل شخص ينظر لعائلته واقاربه، هل صح ما عادش في حد مريض، ما عادش في حد يتعرض؟ والله في ناس يقول لك لا انا قاعد في البيت وخلاص ونقص علاجي وانتهى الموضوع، ما فيش داعي. لعدم الثقه بالرعايه الصحيه التي تقدم. والله هذا الموضوع هذا نسبي من مدينه لمدينه، نحن بالنسبه لطبرق بفضل الله عز وجل قدمنا رعايه صحيه يشهد علينا الله قبل اي شيء، لكن نحكي انا ناطق بطبرق ونحكي على طبرق. الرعايه الصحيه في ليبيا تختلف من منطقه لمنطقه، في مناطق في ليبيا الاطباء صار لهم عزوف وما اشتغلوش، في طبرق لم يتقاعس احد، لا طبيب ولا ممرض ولا فني ولا اي شخص ينتمي الى الحقل الطبي تقاعس عن العمل. طيب منظمة الصحة العالمية صنفت في التقرير اليوم، صنفت أن ليبيا واحدة من 7 دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط اللي تشهد زيادة مطردة في الأعداد في حالات الإصابة، فكيف نحن اليوم نقولوا أن الأعداد قلت؟ هل الأعداد ما هو تفضل. ما هو هذا يمشي مع السؤال اللي سألته تو، هل الأعداد قلت لأن صح ما عادش في حالات الحمد لله ربي رحمنا والعدد قل فعلا ونسبة الشفاء الزايد ونسبة تسجيل الحالات في الناقص، أم أن الناس عندها عزوف على النفس؟ طيب هذا ماليش علاقة بالمسحات وأخذ العينات، أن كل ما تزداد العينات تكتشف الحالات بشكل أكبر؟ طبعا إذا كان تقصد المسحات في نوعين، في مسح نشط في مسح يسموه في بادر. النشط أن شخص لازم يجيني بأعراض عشان أنا أسحب له، والاعراض يختلف بناء على التقرير التحديثات الجديده لمنظمه الصحه العالميه وحتى في التحليل الامريكي، ان الشخص اللي يكون عنده اعراض شديده والانسحاب له اعراض بسيطه يحتاج حجر منزلي. اما المسح العشوائي في تقرير طلع في شهر اظن شهر 6 ولا شهر 5 2 من منظمه الصحه العالميه، ان المسح العشوائي ما عادش له دور. ليش ما عادش له دور؟ لان المسح العشوائي الناس ما عندهمش اعراض، قاعدين في بيوتهم وما عندهمش اعراض. السؤال، هل الناس الشخص اللي ما عندهش اعراض ينقل المرض؟ التعبير كانوا واصفين يقول فيري رير، يعني نادر جدا انه يوصل المرض. ما الفائده من استهلاك موارد ماديه وموارد من مسحات ومواد تشغيل في ناس احتماليه انهم ينقلوا العدوى 10 ل 20%، بالمقابل الشخص اللي عنده اعراض اللي المفروض هو يجيني يكون نسبه نقل العدوى له اعلى من غيره. طيب ابقى معي سيد دكتور الفزاني، اذهب مره اخرى الى السيد العوامي. سيد العوامي، يعني الآن هناك عدم، والدكتور فزاني أثار نقطة مهمة عن أن فعلا الأيام الماضية كان تقريبا أول أمس كانت في حدود 300، من ثم في 600، بعدين تو دخلنا اليوم كانت 628. فهل فعلا أن الأعداد في ليبيا بدأت تتناقص نتيجة لانتشار المرض بشكل كبير، أو أن هناك عزوف من الناس؟ هذه كلها أسئلة تطرح حقيقة،
ولكن اليوم يعني وأنا ما زلت أركز على فصل الشتاء وما زلت أركز على أخذ التطعيمات بصراحة حتى يتم مش حيقي من المرض، إنما هو يسهل على الشخص إنه يعرف هو مصاب أو لا مش مصاب، ويسهل أيضا على العيادات والمستشفيات إنه ما يكونش الحالات في حالة اكتظاظ. لهذا الكثير من الدول توصي بأخذ التطعيمات لكل الفئات العمرية مع اختلاف ليبيا التي تتحدث لا فقط ذوي الاختطار. أنا ما أعرفش ليش الاختلاف وهل هو صح أو لا. عموما الآن فصل الشتاء قادم، أعتقد السيد وزير الصحة كان عنده اجتماعات بهذا الخصوص فيما يتعلق بتوفير دعم لازم وما إلى آخره. ما هي يعني وسائل التوعية التي تقومون بها الآن لتوعية المواطن بمرحلة جديدة من هذا الوباء هي سوف تكون مقرونة بفصل الشتاء؟ نعم اختفات نحن أنت لعلك تقصدين تطعيم الإنفلونزا في البداية. التطعيم الإنفلونزا صحيح. يفترض أنه يتوفر طبعا على مستوى ليبيا، طبعا هذا من اختصاص المركز الوطني وضع مهم جدا، لأن حتى الإنفلونزا الموسمية من استهانوش بها، حتى هي مرض بشكل خطر على الفئات الضعيفة واللي تعاني من مشاكل صحية. نعم. الأمراض المزمنة وكبار السن ونساء الحوامل وغيرها، هذول كلهم يتأثروا بالإنفلونزا كيف يتأثروا بفيروس كورونا، وبالتالي لو أن كان في تطعيم وفي كمل الأعوام الماضية هذا بالتأكيد حيقلل العبء على النظام الصحي، يعني من خلال الوقاية من الإنفلونزا الموسمية. أنا لو اختلط الأمر حيكون في عبء وحيكون في يعني أعداد أكثر، يعني سواء كان إنفلونزا أو فيروس كورونا. فيما يتعلق بالتوعية طبعا نحن اختفات عندنا في جميع مرافق الرعاية الصحية، عندنا منسقين للتثقيف الصحي، هؤلاء يقومون بالتثقيف على مستوى المرفق الصحي، وأيضا من خلال الغرفة المركزية كان عندنا فريق طائر هذا يعني يخرج في أي وقت مع الفرق، وأيضا توعية بشكل مباشر طبعا مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، وأيضا نحن من خلال وسائل الإعلام المحلية، يعني من خلال إذاعاتنا المحلية في مدينة بنغازي تواصلوا مع المواطنين، والتواصل حتى من خلال القنوات وأيضا حتى من خلال المطبوعات، يعني باختصار نحن نحاول نتواصل مع مواطنينا في بنغازي بمختلف وسائل التوعية. أيضا شهر 9 أيضا كان فيه مراقبة للإجراءات الإحترازية في المدارس، وكان يصحب بشكل يومي برامج للتوعية والتثقيف الصحي، وكان الطلبة وأيضا حتى للمعلمين في هذه المدارس. ونحن منهج حتى الأمراض الأخرى، يعني مثلا السكري ومثلا الضرب أو ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الأخرى، يعني هؤلاء نحن نسعى حتى هم يسيطروا على هذه الأمراض باش ما يتعرضوش لو أنهم أصيبوا لمضاعفات فيروس كورونا. فمهم جدا نحن نركزوا على كل هذه الأمور، وهذا اللي نحن ماشيين به في الخدمة الصحية بنغازي والغرفة المركزية ومكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي. نعم. حاولوا يعني يتواصلوا بالوسائل. طيب أعود مرة أخرى للسيد عبد الله وشاح. سيد عبد الله، الآن كنت تتحدث عن عزوف كبير لدى الأطقم الطبية، كم كان عدد الأطقم الطبية قبل يعني هذا العزوف؟ والحديث عن نقطة مهمة الآن أنت تتحدث عنها وهو الميل إلى الجنوب وفق طبعا تصريحاتك، لأنه هناك مكافآت تؤخذ لمن يذهب من الفرق الطبية للجنوب. صحيح ميول بعض العناصر الطبية سواء بمدينة صبراتة أو مدينة صبراتة دولة العامة في الجنوب. راح نتكلم بالعامة المطاطم أو الممرضة أو الثانية لما يجي يشتغل هو راح يدخل داخل عاجل، فهي راح يشتغل في مكان يفعله كان يعطوه مكافآته أو يخلصوه في مرتبة، أو أنه يشتغل في مكان آخر مكان عاجل ثاني، لكن أنه راح يتم أعطاه مكافآته نهاية الشهر. فالموضوع حسابيا يعني متوجه للجنوب ننتقل داخل مركز عزم. نعم. ونخلص نهايه الشهر، ليش نقعد نخلص في مكان ثاني مش معروف عم نخلص، يعني الطاقم اللي عندنا اللي حوالي من شهر 5 الماضي ممكن اول حاله مصابه دخلت العزم، لحد هذا اللحظه لم يتم صرف اي مكافاه من وزاره الصحه. لا لم تصرف. هذا يسبب فتور عند الطاقم الطبيه. لا الوم عليهم،
أكثر من نصف الموضوع من حقهم أو بمنطق يعني إجراءهم كريم جدا جدا يعني. لم تصرف مكافآت حتى اللحظة التي تتحدث فيها معنا، هذا ما أفهمه منك. لم تصرف إلى حد هذه اللحظة. طيب مطالبكم، مطالبكم يعني مدينة صبراتة، أنت تحدثت في بداية المداخلة عن أن الوضع كارثي، وصف الكارثي هو وصف كبير، لماذا وصفت الوضع بكارثي؟ من أي ناحية؟ طبعا احنا فهمنا منك أن في نقص أطقم طبية، وفهمنا أيضا في نقص في استوانات الأكسجين. الآن المطالب التي تحتاجها يعني صبراتة حتى تستطيع تغطية كل الحالات وأن تكون نوعا ما مسيطرة على الوضع في حال ازدياد الحالات. المطلب الأول بالدرجة الأولى توفير مصدر أكسجين دائم لمركز العادل في بلدية صبراتة. من المفروض توفره؟ من المفروض توفره؟ من المفروض توفره؟ وزارة الصحة بالدرجة الأولى طبعاً. تمام. أو الطب العسكري بالدرجة الأولى. توفير مصنع، مصنع داخل مركز العادل نفسه. مشكلة الأكسجين السائل اللي تعينها جميع المستشفيات مثلها أو خاصة مستشفى صبراتة. مستشفى صبراتة دار إجراء حل جذري نوعاً ما. داروا إنشاء لمصنع ثابت للأكسجين داخل المستشفى. فليش بيتمش إنشاء مصنع داخل مركز العزل نفسه؟ في عندنا حالات تحتاج ممكن في اليوم إلى حوالي 3 أو 4 أو لو إنها مش أكثر مستوانة المصاب الواحد فقط. نعم. فالشيء هذا يعني لو إنها زادت الحالات الحرجة، زادت الحالات اللي تحتاج إلى أكسجين. فالوضع هذا يعتبر وضع كارثي، وعدم وجود الأكسجين في الصورة الصحيحة أو بكمية مطلوبة. نعم. إذن الآن المطالب هي توفير الأكسجين والأطقم الطبية حتى تستطيع تعمل، أو إعطاء مكافآت للأطقم الطبية حتى تستمر في العمل. هذه مطالب يعني مدينة صبراتة فيما يتعلق بهذا الأمر. أشكرك سيد عبد الله وشاح، عضو مكتب الإعلام بلجنة الطوارئ مكافحة وباء كورونا. إذن سيد وشاح وصل أو وصف الوضع في داخل مدينة صبراتة بالكارثي نتيجة لعدة أسباب، منها نقص الاستوانات الأكسجين، ويطالب هنا وزارة الصحة أن تقوم بعملها، وهنا لزاما على وزارة الصحة أن تقوم بعملها حقيقة بتوفير هذه الاستوانات، خاصة نحن نتحدث اليوم عن فصل شتاء قادم على الأبواب مش بعيد كثيرا، عن خطط واستراتيجيات من المفترض أن توضع، مش حتى تقع الفاس في الرأس ومن ثم نحاول نبحث عن الحلول. صحيح أن صحة المواطن مش بالدرجة الأهمية كبيرة عند الحكومات الموقرة، وصحيح أن الوفيات في أخطاء طبية، وأنا يعني حتى زميلي اليوم كان يحدثني عن شخص أصيب بوباء كورونا وتوفي نتيجة خطأ طبي مش من بسبب كورونا، هو الذي أدى به مع الأسف، نتيجة هو مصاب بكورونا. هذه الأخطاء الطبية من يتحمل مسؤوليتها؟ نحن صحيح نحمل حتى المواطن المسؤولين، كنا احنا مسؤولين على فكرة، احنا لو نحدث واحنا ما ننظروش على بعض، يعني كلنا في الهم واحد، كورونا جعلت العالم كله في الهم، يعني نحن هنا نعاني من كورونا ونعاني من إغلاقات ومن إقفالات ونعاني من انتشار، نأتي للعمل بتخوف كبير، نحاول أن لا نخالط بشكل كبير، نحاول أن ننضبط، يعني ما هوش واحد شخص الآن يحاول ينظر ولا تقولي أنت بعيدة ولا تنظر، لا، نحن كلنا في الهوى سوا. هذا الوباء جعلنا جميعا نعاني ذات المشكلة، يعني الانضباط من المواطن هو مسؤولية قبل مسؤولية المسؤول، لربما كورونا جعلت مسؤولية المواطن هي الأولوية الأولى، ومن ثم يأتي المسؤول الذي يوفر الرعاية الصحية، يوفر الأطقم الطبية، يوفر الاستيعاب، يوفر الخطط الاستراتيجية، لكن دون نحن البشر. لذلك أنا أؤكد على دور مديريات الأمن، على رجال الشرطة، على الأمن، دورهم ضروري اليوم، لأن نحن دون انضباط لا نسير وفق للقوانين. البشر بطبيعته يحب يخالف، وعندما لا يجد من يضبطه ويضع له القوانين حيخالف، وهذه طبيعة بشرية طبيعية على فكرة، ولكن عندما توضع الغرامات والعقوبات وإلخ سوف ننضبط غصبا عنا. أجد محل أفراح موجود صراحة، يعني معني أي يعني التجمعات اللي في الأفراح، ما أنت تعدي في نفسك وتعدي في الآخرين، يعني أنا لا أعرف بصراحة الناس كيف لديها الثقة أن تذهب لتجمعات. نحن في المكان اللي يبدأ فيه تجمع نلبس الكمامة وخايفين ونسلموا عن بعد وهكذا، خلاص الحياة بعد كورونا تغيرت، اختلفت الحياة،
علينا أن نستوعب ونعترف بأن الحياة بعد كورونا اختلفت، الحياة ما هيش نفسها الأولى، وهذا وضع عام علينا، نحن هنا نعاني نفس الأمر نفس الشيء، ودول أخرى تعاني الأمرين. فما دامت الأرقام تحت السيطرة نوعا ما، دعونا نحاول أن نجد الحلول. عموما دكتور الفزاني، أنت صرحت بأنه قد يكون هذا الانخفاض ينذر بموجة جديدة، هل تتحدث عن الموجة الثانية التي يتم الحديث عنها حتى من قبل المنظمة الصحية، اللي هي قد تأتي يعني مع المفروض خشينا فيها من خريف والشتاء الآن، والتي نلاحظ أيضا حول العالم أن الإصابات ارتفعت بشكل كبير؟ بالنسبة للموجة الثانية، طبعا الجميلة في الفيروس هذا جعل الجميع يتحدث، أطباء وغير أطباء، وحتى الأطباء من دول العالم الثالث نفس العالم الأول، ما فيش فرق، كلنا نتحدث لأن كلهم دراسات ما فيش حد فاهمها. مدام رئيس CDC الأمريكي قال بعد 40 سنة خبرة في مجال الوبائيات، أنا لا أعرف شيء عن الفيروس، يعني أتوقع أن شخص قالي 10 أو 15 سنة يعرف هذا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة لموضوع الموجة الثانية، الموجة الثانية لا يستطيع أحد التنبؤ بها. يعني مثلا في فرنسا وبريطانيا ردت الموجة الثانية من جديد، بالرغم من التزام الناس، يعني إلى حد ما عقيدة الدول الأوروبية نتيجة القوانين الرادعة اللي يضعوا فيها للمخالفات، الناس ملتزمة وصار موجة ثانية مع بداية فتح بسيط، بس خاصة في بريطانيا مثلا. إيش أتوقع من ليبيا أصلا اللي ما صارش فيها حظر، حتى لما الدولة ولا الحكومة فرضت برنامج حظر الناس ما التزمتش. إيش أتوقع يعني بنظرة إيش بيكون؟ طيب الآن كيف يمكن أن تضبط داخل طبرق الحالات التي أنت تتحدث عنها اليوم في زيادات؟ كيف سوف تضعون أيضا الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بحلول موسم الشتاء واختلاط واللبس اللي يصير بين الحالات؟ هل من خطط وضعت من في طبرق لمواجهة هذا الأمر مع فيروس كورونا؟ طبعا بالنسبة للخطط، أولا إقامة الحث على تطعيم الانفلونزا الى حد ما يخفف عدد اصابات التهابات الجهاز التنفسي في فتره الشتاء، هذا الى حد ما. اما الاجراءات الثانيه، زياده التوعيه، يعني التوعيه اللي كانت جاءت، زياده التوعيه ان الناس لابد ان تحافظ على التباعد الجسدي، تحافظ على الكمامات في الاماكن العامه، وكما قلت انت تو ان الحياه قبل كورونا مش بعد كورونا، مش نفس الحياه بعد كورونا، لازم ان الناس تنتظر. نعم. الجميله لما منظمه الصحه العالميه ولما حتى حكومات مختلفة في ليبيا تحدثت على موضوع ان الناس لابد ان تتعايش مع الفيروس، الناس ظنوا، يعني من ضمن الحاجات الطريفه، لا نشتغل في مكان قاعد المهم لابس كمامه، معظم الناس مش لابسين كمامات. سالت شخص قلت له ليش مش لابسين كمامات؟ قال لي والله قالت ان الحكومه تعايش. قلت له انت بتعرف على التعايش؟ هل التعايش ممكن يكون من غير كمامه واللي يجي مرض وياخذ مناعه واللي يموت مثلا ولا كيف؟ التعايش معناه حضر على مسافه مثل ما كل شخص تشتغل معاه ولا قاعد معاه، تحول على التجمع قدر الامكان والبس كمامتك. بعدها حط على فيها كما نقول نحن مثلا القضاء والقدر والحاجات هذه. لكن معظم الناس يقول لك خليها على الله، خليها على الله. عارفين ان كل شيء على الله وكل شيء مكتوب للانسان، لكن لابد الانسان ياخذ بالاسباب. صحيح. ومن ياخذ بالاسباب في موضوع الكورونا تباعد الجسدي نفس الكمامه. لان العالم كله تبدا الحسنه زين. اما العلاجات المختلفه صار فيه اختلاف في العالم كله. استخدم الدواء هذا ما استخدمش الدواء هذا، زي هذه ما اديتش هذيك، لكن حسنا زين اتفاق عالمي لاول مره في التاريخ، اتفاق عالمي على الشيئين اللي هم التباعد الجسدي والكمامه. نعم، اشكرك دكتور احمد الفزاني، عضو اللجنه الاستشاريه الطبيه لمكافحه كورونا، طبرق كنت معنا. اذهب الى الدكتور عقيله العمامي، طبيب في برج الامل. بعد الترحيب بك دكتور العمامي، اولا دعنا نسال عن الوضع الصحي للنائب الثاني لمدير برج الامل دكتور وليد العقوري، الذي اعلن عن اصابته بفيروس كورونا. مساء الخير استاذه فاتن وضيوفك الكرام. الحمد لله الوضع الصحي للدكتور وليد العقولي جيد جدا، وضع العام مستقر ان شاء الله، يعني الحمد لله طمن الجميع على الوضع الصحي. نعم، طيب الإصابة يعني ليس هناك نوع من التدابير الاحترازية التي تؤخذ داخل برج الأمل، لماذا تمت الإصابة؟ هل هي داخل المستشفى أم يعني قد يكون تم التقاطها من مكان آخر؟ طبعا لا يخفى سرا عليك سيدتي وجميع المشاهدين ان مدير برج الامل والنائب ومعظم الاطباء هم مقيمون بشكل كامل في البرج، ذلك لتسيير امور البرج بقدر المستطاع.
وبالتالي الوجود في بيئة محاطة بالإصابات في كل مكان لابد أن تصاب. يعني يعني أنت 24 ساعة متواجد في برج فاحتمالية إصابتك بالعدوى احتمالية مرتفعة جدا. نعم. والدكتور وليد وغيره من الأطباء متواجدون في البرج مقيمين إقامة كاملة ولم يرجعوا إلى بيوتهم منذ أشهر. طيب نتمنى السلامة للدكتور وليد العجوري وكل المصابين. الآن في برج الأمل كيف هو الوضع؟ قسم العازل كم يصل عدد المصابين فيه والفئات العمرية يعني الموجودة هناك؟ تفضل. سيدة فاتن، طبعا أنا حبيت بس أنوه يعني توضيح بعض النقاط. أنا تابعت لقاءك منذ البداية فأود أن أوضح بعض النقاط التي أثيرت من بعض زملائك والأسئلة التي تأتيها لبعض من زملائي بخصوص ارتفاع نسبة الوفيات في بنغازي، وثم سأعرج على الإجابة على سؤالك اللي طرحتيه. بالنسبة لارتفاع عدد الإصابات في بنغازي، طبعا آخر إحصائية جددت هي كانت في تاريخ 29 سبتمبر الماضي، وهو عدد الإصابات عدد الحالات التي دخلت إلى برج الأمل منذ 1 مايو إلى 29 سبتمبر كان العدد حوالي 1727 حالة. عدد الوفيات الذي تم نشره هو 285 حالة. نعم. طبعا هذا العدد ما يقارب النصف منها، لأن 285 متوفين نسأل الله أن يرحمهم، ما يقارب نصف هذا العدد لم يتوفى في المستشفى بل وصل متوفيا إلى المستشفى، بالتالي لم يتلقى الرعاية الطبية بس ولكن أجريت له المسحة بعد وفاته. تمام. أما بالنسبة لعدد الحالات، هو لاحظنا نحن انخفاض في عدد الحالات الداخلة إلى البرج. وبالنسبة حالات الإصابة ولا حالات تتحدث انخفاض حالات الإصابة تقصد؟ حالات الدخول إلى البرج. أنا ما أتكلمش عن الإصابة في المدينة، أنا أتكلم عن عدد الحالات الدخول إلى البرج أو عدد الحالات المترددة على البرج. لاحظتم انخفاض فيها؟ لاحظنا فيها انخفاض، وأنا عن نفسي أعزو ذلك إلى عزوف الناس من البحث عن مساعدة طبية نتيجة الخوف أو ربما الدور الإعلامي سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلاميا. هناك يعني مثل ما نحن يعني هناك الكثير من المغالطات التي أشيعت جعلت الناس يعني يشعرون بالرعب من هذا الدور. طيب أنت الآن أثرت معليش واحدة معليش أصبحت أستاذة فاتن الحالات تصلنا في الرمق الأخير أو تصلنا كحالات حرجة، وطبعا نسبة الوفيات في الحالات الحرجة ليس فقط في ليبيا بل في دول متقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا والصين وحتى أمريكا. نسبة النجاة في الحالات الحرجة ضئيلة جدا 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 في بعض الدول وصلت إلى 3.2%، يعني كل 100 شخص كل 100 حالة حرجة ينجو منها 3 أشخاص أو شخصين. طيب أنت الآن أثرت نقاط مهمة، ولربما أنت توافق الدكتور الفزاني من طبرق بأن الانخفاض قد يكون هو عزوف الناس عن الذهاب إلى المستشفيات. عزوف الناس صحيح. هل بسبب أنت طبعا ذكرت بعض النقاط هنا فيما يتعلق ببرج الأمل، هل هناك تخوف فعليا من برج الأمل؟ الناس ما تبيش تمشي وخايفة إن هي قد لا تلقى الرعاية الصحية. وأنا بصراحة أنا أتحدث معك وتحدثت كثيرا مع كل الموجودين اللي خرجوا معنا في برج الأمل إن العديد من الشكاوى تصل من برج الأمل سواء في المعاملة سواء في الرعاية الصحية. طيب ما هو ما فيش دخان من غير نار، خلينا نحكي بكل صراحة. صحيح صحيح. لماذا هذه السمعة التي تخرج على برج الأمل؟ ليش؟ حنوضح لك. برج الأمل يا سيدة فاتن منذ بداية الوباء أو الجائحة نحن نقول الصدمة الأولى أو الموجة الأولى استقبلنا عدد كبير من الحالات، وصلت عدد الحالات في العناية إلى 28 حالة بينما فوق في البرج وصلت إلى 100 وكسور، لدرجة أن وصلنا في بعض المراحل أن هو عدم توفر أسرة في العناية مما أدى إلى وفاة بعض الحالات في القسم. نعود ونرجع إلى أن نسبة الكادر الطبي إلى عدد الحالات كان ضئيل جدا 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 وفوق من الطاقة الاستيعابية والقدرة على الكوادر الطبية من التعامل واستيعاب هذا الكم الكبير من الحالات دفعة واحدة ومع مرض جديد كلية على العالم لم يقل عمر هذا المرض سنة. طيب كان طبعا الضغط النفسي اللي حصل للأطباء، يعني أنا نعطيك مثال زي ما قلنا نحن أن
تطبق على دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه والتوصيات العالميه في كل من بريطانيا وامريكا وغيرها من الدول. الايديال او العدد المثالي للاطباء في العنايه أو نسبه الاطباء للمرضى في العنايه يجب ان تكون واحد الى واحد، يعني كل طبيب كل مريض لديه طبيب. نحن وصلنا زي ما قلت لك العدد الى 28 حاله على طبيبين فقط، بمعدل ان كل طبيب على 14 حاله مصابه بكوفيد 19 وهو وباء جديد كليا على طيب. هذا الطبيب وهو معضله عالميه. هذا قصور ولا تقصير والا يرجع لعدم القدره الاستيعابيه وهذا الوباء الجديد الذي تتحدث اشكرك عنه. اشكرك على هذا السؤال الجميل. قصور وتقصير طبعا هذا رقم واحد يرجع الى بعض الزملاء انا سمعت يتحدث منذ قليل عن عزوف عناصر طبيه. هناك عزوف شديد جدا من العناصر الطبيه من التقدم للعمل في برج الامل. يعني نحن لما نتكلم على مثلا العنايه على مدار الاسبوع الروتر الاسبوعيه او الجدول الاسبوعي هم 14 طبيب يغطوا سبعه ايام. السبب سبب العزوف. سبب العزوف هذا الله اعلم، ربما بعض الاطباء يروا ان الوسائل الحمايه غير كافيه، بعض الاطباء الاخرين يروا ان الحكومه لم تقدم اي حوافز لا ماديه او معنويه للعاملين في هذا البرج. بالرغم من ان انا من هذا المنبر يعني اقدم التحيه لكل عنصر طبي، طبيب ممرض او عنصر تسييري في جميع مستشفيات بنغازي وليبيا عامة، لأن ما زالوا صامدين في مواقعهم في المركز البنغازي في البرج الثاني والبرج الثالث، مستشفى الجلاء وكلا وجميع مستشفيات بنغازي أنا مش هنستثنى حد، لأن نحن في حالة انتشار للمرض، هناك حالات كثيرة موجودة في هذه المستشفيات ولا زالوا الأطباء هل أنتم تعانوا، معلش لعذرة لأن الوقت بدأ يدهمني، هل أنتم تعانوا مثلا سيد عبد الله في صبراتة يتحدث على أن العزوف سببه عدم صرف مرتبات مكافآت وأن الناس بدأت تذهب للجنوب لأنه طبعا عهد على الراوي بأن هناك مكافآت تصرف مباشرة لمن يذهب إلى الجنوب الليبي، هل لديكم ذات المشكلة فيما يتعلق بصرف المكافآت؟ بالنسبة لموضوع الجنوب أنا الله أعلم ليس لدي أي دراية بالموضوع، أما بالنسبة للمستحق المحققات المالية نحن قرار رئاسة مجلس الوزراء صدر في شهر مارس الماضي بصرف مكافآت شهرية للأطباء والعناصر التسييرية والتمريض ولم يصرف لا درهم ولا دينار حتى هذه اللحظة أو أنا معك أنا في مداخلة مباشرة متأكد أنه لم يصرف مثلا هناك حديث دعني أنا أقول لك وأنت قول لي هناك حديث أن في الأطباء قاعدين يأخذوا في مكافآت تقدر بالألاف وإلى آخره ما صحة هذا يعني الكلام؟ يعني أنا لو يعني سيدة فاتن لو طبيب ليبي أو ممرض ليبي يأخذ في هذه الألاف كما تفضلتي مش أنا اللي تفضلت لا خلينا عشان أكون دقيقة جدا هذه معلومات تجي وقد تكون معلومات مغلوطة أنا هذا ليش أسألك حتى يتم الاستضاع أنت طرحتي تساؤل يعني وهذا هو صحيح لو كان الكلام هذا صحيح يعني انا كنت اعتقد ان عدد كبير من هؤلاء العناصر الطبيه حياخذ امواله وينصرف بعد لان احنا اشتغلنا سبعه اشهر لم نتلقى اي دعم لا مادي ولا معنوي والضغط الاعلامي والنفسي من الشارع اللي تفتح السوشيال ميديا وتشوف تعليقات الناس شيء محبط ويؤدي صدمه يعني انك انت معرض نفسك للخطر. احنا عندنا اطباء زي ما تفضلت بدايه اصيبوا، لدينا مدير برج الامل والديه اصيبوا واخاه اصاب، رئيس قسم العنايه والدته اصيبت، الدكتور وليد العجوري لما اصيب هو واهله اصيبوا، انا عن نفسي احدثك ووالدي مصاب. ان شاء الله نسال السلامه له. وبالتالي لا تجدي اي كلمه شكر ولا كلمه طيبه من يعني نحن لا 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 اخذنا لا دعم لا مادي كمكافات ماليه تكلمت عنها الحكومه ولا دعم معنوي هي كلمه طيبه. والوضع يتكلم عنه نحن نقص العناصر الطبيه، انا كطبيب ناخذ في المرتب العادي من الدوله اللي هنا 723 دينار. نجي انا هنا والوضع قدامي في يعني ما هوش مثالي، نحن نتكلم عن انظمه صحيه قائمه وانهارت فما بالك بليبيا وانت عارفه يا استاذ فاتن. انا لو جيت الوضع امامي غير صحيح، هل مطلوب مني نستقيل وننسحب؟ يعني قد يكون الانسان الاعرج افضل من اللي مبتورات رجليه الاثنين. يعني شو المطلوب مني انا كطبيب؟ نستقيل ننسحب نسيب الناس هذوما اهلي هذوما جيراني يعني وين ننسحب كيف؟ نعم سيد عقيلة دكتور عقيلة معي تستمع إلينا لا طيب أنا كنت أتابعك يعني في الحديث حقيقة طيب هذا هو هذا الوضع وأعتقد أيضا أن من المهم جدا أن يتم الاستماع لصوت الأطباء لأن في النهاية يعني
نحن دوما نتحدث أنتم الجيش الأبيض، أنتم الخطوط الأمامية، ومش فقط هناك لوم على العناصر الطبية أو المسؤولين، وهناك ضغط الكل يعرف به ويلتمسه حقيقة. طيب الآن الوضع داخل برج الأمل، مع أنت تتحدث عن حملة شرسة شنت عليه من مواقع التواصل الاجتماعي، هناك روايات حية تتحدث عن ظروف صعبة مروا بها داخل البرج، هناك من حتى يقول إن لا أنا نموت في بيتي ولا نذهب إلى برج الأمل، هذا ما يتم الحديث عنه بصراحة يعني. تمام صحيح هذه يعني هذا العقلية الليبية للأسف يعني هي انتقاد الانتقاد الانتقاد. قدم أنت حلول وقدم اقتراحات، أنا كطبيب زي ما قلت يعني شنو المطلوب مني يعني، حتى تعليقاتنا نلقاها الدكتور نكفية الدكتور مهاتفية مش عارف كيف، حتى تعليقات غير منطقية في بعض، أنت رأي الظرف اللي موجود فيه الدكتور صحيح يعني هو قاعد يعني في عمله من 12 ساعة ليل وقاعد عليه حالات حرجة، نسبة الإصابة للدكتور عالية جدا ولأهله، دكتور لم يتقاضى أي حوافز لا مادية ولا معنوية حتى تتكلم عليه معنوية ما فيش يعني هو الإنسان زي ما قلت الطبيب زي ما قلت وراه ليس ملاك منزل يعني من السماء، هو بني آدم مواطن كيف كيف المواطنين يعني بي بيهم. طيب الآن كذا كان أنا عارف أن نحن زي ما نقول بالمثل اللي بيصاحب المريض هو المريض، وأن الناس اللي عنده شخص مصاب يعني حالته النفسية وروحه يعني سيئة جدا أو نقدر جميع يعني الظرف النفسي اللي يمر به الناس، لكن نحن لازم نقدر بعظمة الظروف هذه لأن نحن كمواطنين كأطباء أو كمواطنين كلنا قاعدين في نفس البلد ونعاني من نفس الوضع الآن. طيب دعني أسألك عن ارتفاع الوفيات في بنغازي، ليش اليومين الفاتوا مركز الوطني يرصد بأن الوفيات الأعلى ترصد في بنغازي؟ هذا برضو سؤال ثاني ممتاز وأحييك عليه. لو أنت لو معدل المشكلة بيتواصل مع قسم الإحصاء في برج الأمل على سبيل المثال، نتكلم عن برج الأمل، ستجد أن السواد الأعظم من الحالات إما أنها وصلت متوفية أو أنها أصبح كانت تعاني في بيوتها لمدة أسبوعين أو أكثر إلى أن وصلت إلينا في مرحلة حرجة أي في الرمق الأخير. طيب. وللأسف أعداد كبيرة لا ما تمشيش للبرج. شكل الحالة الحرجة. معليش أنا معليش مقاطعتك، الحالة لما تصل حالة حرجة وفي الساعات الأخيرة ما هي الأعراض اللي موجودة عليها يعني أغلبها؟ من الحالة الحرجة هو أهم شيء هو معدل التنفس للمريض يرتفع وتركيز الأكسجين في الدم ينخفض. تركيز الأكسجين الطبيعي للإنسان الطبيعي في الشارع اللي يتنفس مباشرة من الهواء لا يقل عن 94% هذا الإنسان الطبيعي. المصابين في فيروس كورونا لما تبدأ الفيروس يبدأ يدمر الرئة، الفيروس يدمر الرئة قد ينخفض معدل الأكسجين. شفنا حالات نحن وصل معدل الأكسجين تحت في العشرينات والثلاثينات ويكون الإنسان فاقد للوعي شبه ميت، وهذا من الصعب جدا إعادة إنعاشه لأن يعني نقص الأكسجين على الجسم وعلى الدماغ آثاره مدمرة. يعني الحالات هذه لو كانت جاية في وقت مبكر أبكر من الوقت الذي كان هل كان يمكن إنقاذها؟ للأسف نحن لما يكون في وقت مبكر يقول لك لا هذه حاسة بارد أو أنا كنت تحت المكيف أو يتجه إلى الطب الشعبي بعض الوصفات الشعبية لا ما تعديش البرج يقول لك لا ما يقعد للأسف في الحوش ويبدأ يظهر عليها المضاعفات. نعم نحن بعد ما يجينا بدل ما نتعامل مع المرض مباشرة نبدأ نتعامل مع مضاعفات المرض. نعم وصلت الفكرة دكتور عقيل العمالي أمامي الطبيب في برج الأمل. أختم مع السيد العوامي وأنا أعتذر للإطالة عليك سيد العوامي، الآن كما الوضع اللي كنا نتابعه الدكتور العمامي يعني يشتكي من عدم وجود اهتمام بالطبيب لا مادي ولا معنوي وكل هذه التفاصيل. طبعا يشار لي بس حكمل مع السيد عوامي ثم أذهب إلى السيد معتز لطرابلسي يشار أنه معنا أيضا على الخط. تفضل سيد العوامي، يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي أيضا يعاني منها الطبيب وهناك حديث أو يعني في اتفاق على أن العزوف يبدو أنه هو أحد أسباب الانخفاض. نعم نحن أيضا أختي فاتن في الغرفة المركزية حقيقة الكل تنادى يعني منذ 7 أشهر ولدينا حتى من أصيب بهذا الفيروس ولم نتلقى درهما واحدا، يعني نحن نعمل من الجانب الإنساني أولا وأيضا الوزع الوطني، هذا شيء ممكن كل العناصر الطبية والطبية المساعدة تعاني من نفس المشكلة، ولكن هذا ما يمنعناش أن نحن نواصل عملنا يعني ضد هذا
ضد هذه الجائحة الحقيقة. يعني كيف بتكلم دكتور عقيلة نحييه ونتمنى الشفاء لزميلنا دكتور وليد، ونحمد الله على سلامة زميلنا دكتور أحمد الحاسي شري أمراض المعدية اللي مكث أكثر من شهر في العناية المركزة. يعني هذه أضم عناصر طبية وطبية ومساعدة يعني تعرضت لهذا الفيروس، بالتالي لازم الكل يعلم ذلك. يعني لازم يكون فيه وعي وفيه دراية كافية موضوع المناسبات والمآتم. يعني للأسف نحن مجتمع مترابط، ولكن نحن ننصح بالترابط، ولكن الفترة هذه لازم نكيف أنفسنا مع هذه الجائحة، ولازم يكون الترابط عن طريق التواصل الاجتماعي والهاتف والأشياء الأخرى. لكن نطلع من بنغازي لعند طبرق مش تمشي نقول القريبي ولا زميلي عظم الله أجرك وبعدين ناخذ منه مرض أو نجيب له مرض. نعم. يعني هذه أشياء حقيقة لازم تضع في عين الاعتبار. يعني نعم. طيب إذن أشكرك سيد أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في خدمات الطبية بنغازي. أذهب لأختم مع السيد قبل أن أذهب إلى الجزء الثاني مع زميلة ريما المرار لرصد الوضع الوبائي العالمي، ولكن أذهب للسيد معتز الطرابلسي الرئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية. سيد الطرابلسي بعد الترحيب بك، الآن يعني وزير الصحة سعد عقوب يوم أمس أكد أو تحدث عن أهمية التخطيط لتجنب حدوث ما أسماه بالموجة الثانية لكورونا خلال فصل الشتاء. لو تعطيني تفاصيل حول هذه الاجتماعات، وهل هناك فعلا خطة الآن استراتيجية موضوعة لمواجهة فصل الشتاء مع كورونا؟ نعم، فيما يخص الاستعدادات الوبائية ومؤسسة فيها وضعتها لا تصير منظمة الصحة العالمية في حالة بأن ستكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا مستجد ستكون قوية بحسب المنظمة. الاستعدادات نوعية بمراكز العزل السريع والطبي ربما الأكبر طبية نستمعت الحديث في المساء ربما ما قالوه حتى على طرف المكافآت المخصصة كورونا التي تتحدث عنها، ولكن بما يخص استعداداتنا هي انطلاق اليوم مع وزير الصحة كانت مع دولة رئيس الوزراء في التفاصيل بما يخص استعدادات التطعيم الموسمية الخاصة بال سيد معتز. أنا لا أسمع عليك بشكل واضح، يا ريت يكون بس ممكن قريب عندما تتحدث من السماعة فالصوت مش قاعد يطلع بشكل واضح. تفضل. نعم، فيما يخص استعداداتنا اليوم كان في اجتماع مع وزير الصحة مع دولة الوزراء والتأكيد على انطلاق التطعيمات الموسمية والوردة الموسمية سواء لذات المستوى العام وأيضا للعاملين الصحيين بالمراكز الصحية وحالة الرعاية الصحية، واليوم أيضا حتى في المستشفيات. أما فيما يخص مراكز العزل الصحي الطبي كلها تعمل بين العديد من التجهيزات، هناك مخصصات أيضا خصصة للعاملين في مراكز العزل الصحي الطبي، ولكن فيما يخص المكافآت التي تم صدور قرار مجلس الوزراء الخاصة بمراكز العزل الصحي الطبي والعاملين في مجاراة فيروس كورونا الذي تم جهودهم عاليا، ولكن الكشوفات التي وردت وكانت إلى وزارة الصحة التي تم إحالتها إلى مجلس الوزراء بعد تنفيذها وتصويرها كان من أعداد حقيقة كبيرة جدا ومهولة بحجم العاملين الحقيقيين على الأرض في مراكز العزل الصحي الطبي. يعني سبب إيقاف المكافآت أو عدم إصدار المكافآت التي تم الحديث عليها من بدء الجائحة سببه أعداد كبيرة، يعني هناك تشكيك في الأرقام إن ممكن في مبالغات. نعم، أعداد كبيرة جدا. طبعا عادة المدن الصغيرة والمناطق تختلف على مراكز المدن، ولكن حتى نلاحظ أن بلدية صغيرة برقم فلكي جدا ولما يعني في من المدن هناك فروقات كثيرة جدا. الأمر ما سبب تأخير هذا الموضوع والتأخير. طيب لكن الوقت طويل سيد طرابلسي، الناس الآن تعزف يعني حتى حقوق يا ريت تمشي في مكان في تغطية. سيد طرابلسي صوتك قاعد يقطع. نعم صوتك يقطع، لو في مكان فيه تغطية أفضل. نعم طيب تسمعني الآن؟ أسلم عليك بشكل أوضح. نعم، عند فاتن الأمر كبير جدا عندما يكون رقم يصل إلى رقم أرقام فلكية جدا الذي تتصرف للمكافآت العاملين الصحيين، هناك إشحاق تكون من هو في مجابة فيروس كورونا وربما أصيب وأصيب أصابه، وفعلا أسم فيه من الناس موجود ولم يعمل ولم يتواجد حتى يوم في مراكز العزل الصحي الطبي أو في فرق الرصد والتقصي، وتجد هذه الأسماء في أرقام فلكية ربما حتى ليس يوجد اختصاص فاتن أسماء
لا هم من العناصر الطبيه ولا هم من العناصر الطبيه المساعده ولا هم من التمريض. هذا الخبر هو الذي جعل وزاره الصحه شكلت لجنه لتنسيق وتصويت هذه الاسماء وتاكد على حفظ الواقع من خلال مكاتب. طبعا متى تنتهي من عملها سيد طرابلسي؟ معليش نعم. الان خليني احكي معك بصراحه. الان يعني عندما خرج الحبري وتحدث عن ميزانيه اكثر من 360 صرف منها في 10 ايام 285 مليون تقريبيا، اين ذهبت هذه الارقام؟ لا ذهبت على مكافآت ولا ذهبت على الصحه ولا ذهبت على رعايه ولا شفنا هالامكانيات العاليه، يعني وين مشت الاموال؟ ما هو صدر عن طريق وزارة الصحة وما هو حتى يصدر أثناء العاملين المراكز على التاريخ التاريخ مضطة في المراكز كورونا لدينا ما تقصي ويمكن أن يردوا على سيدة شهرية إلى نحن نضغط الأطنان بعين ونحن من على صربية من الشبكاء التابع لوزارة الصحة أو الشهرية المستشفى من الوقتان وتقصد وتقصد إلى الطبيعة. هناك تقطع في الصوت مع الأسف، مع الأسف لا أستطيع أن أفهم بشكل جيد. زملاء إذا استطعنا أن نعاد اتصال بسيد معتز أو يعني نعم يعني يشار لي بأن الوقت انتهى فعليا والصوت غير جيد بحيث أنا لم أستطع أن أفهم ماذا يقوله السيد معتز الطرابلسي رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة، ولكن نحن مستمرين وسوف يعني يدخل معنا السيد معتز الطرابلسي للتوضيح بيكون صوته واضح حتى تصل الرسالة للمواطن ويفهم بشكل أكبر، لأن حقيقة لا أستطيع أن أفهم بشكل دقيق ماذا كان يقول السيد طرابلسي لأن الصوت كان فيه تقطع كبير جدا. الآن نحن لازلنا مستمرين في برمرصاد الوضع الوبائي العالمي ترصده لنا الزميلة ريما المرار، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في بالمرصاد كوفيد 19 الذي كنا نرصد فيه الوضع الوبائي في عموم ليبيا حقيقة. ويعني كان هناك مشاكل في انقطاع التيار الكهربائي مما تعذر علينا مع بعض الضيوف يعني أن نفهم بشكل واضح. كنا نرصد الوضع الوبائي في زبراتة، في بنغازي، في درنة، في طبرق، والآن نذهب إلى الوضع الوبائي العالمي مع زميلة ريما المرار. أهلا بك ريما. مساء الخير لكل المشاهدين. فاتن، طبعا ككل أسبوع آخر الأخبار المتعلقة بكورونا عالميا موجودة معي اليوم، سواء من إحصائيات أو أخبار وحتى الفيديوهات الطريفة التي نتناولها كل أسبوع. ولكن فاتن، قبل أن نبدأ في الإحصائيات والأخبار، معي اليوم سنتابع مع بعض أيضا انفوجرافيك تأبيني للدكتور الفلسطيني وهو أخصائي قلب بمستشفى طرابلس المركزي، الدكتور رأفت عبد العال، الذي توفى يوم الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا نتيجة معالجته لإحدى المرضى. راح نتابع مع بعض هذا الانفوجرافيك التأبيني. يعني رحم الله شهداء الواجب ريما، والدكتور يعني هو من الخطوط الأمامية ومن هذا الجيش الأبيض الذي فقدوا الكثير حقيقة في ليبيا، في عموم ليبيا فقدوا أرواحهم نتيجة يعني التعامل مع فيروس كورونا. والدكتور هو دكتور فلسطيني وإن كان يعيش في فترة طويلة، ولكن في هذا المرض ما فيش جنسيات وما فيش، الكل يتعامل بإنسانية عالية. أكيد فاتن، وطبعا فيروس كورونا يعني أصاب الكثير حول العالم، سواء سياسيين أو حتى من عالم الفن أو الشخصيات المعروفة المشهورة. فاتن، راح نتابع مع بعض تقرير اليوم وهو متعلق بأبرز الشخصيات السياسية وأيضا الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا. منذ ظهوره قبل أشهر لم يستثني فيروس كورونا المستجد أحد، فقد طال صغارا وكبارا، ومن بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالم السياسة والفن. الفيروس فاجأ العالم بوصوله إلى البيت الأبيض في أمريكا مصيبا صاحب أكبر شخصية جدلية، وهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب أعلن الجمعة على تويتر أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، وقال: سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور، سنتجاوز ذلك معا. فيما جاءت هذه النتائج بعد أنباء أكدت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترامب، بالفيروس الخميس. وبالعودة للوراء قليلا، كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو البالغ من العمر 65 عاما قال في 7 يوليو إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة. وقبله كانت إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما، والذي دخل إلى المستشفى في 5 أبريل بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من 10 أيام. الفيروس دخل القصر البريطاني وسكن جسد ولي عهد بريطانيا الأميل تشارلز صاحب 71 عاما، الذي ثبتت إصابته بالمرض وأعلن مقر إقامته ذلك في 25 مارس، والتزم وريث العرش البريطاني بعزل ذاتي في مقر إقامته في اسكتلندا ل7 أيام. هؤلاء كانوا ساسة ربما يتعاطون مع مستشارين وصحفيين وغيرهم، لكن المرض لم يتوقف هنا،
بل أصاب حتى مشاهير الفن. فقد ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد 19 في 3 سبتمبر وفقا لما ذكرته وسائل الأعلام، مما تسبب في وقف إنتاج فيلم الوطواء ذا باتمان. أما نجم أفلام الحركة دواين جونسون الملقب بالصخرة ذا روك، فقال في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في 2 سبتمبر إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما، لكنهم تعافوا جميعا. الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم ماسك أوف زورو أو قناع زورو وعشرة الأفلام الأخرى أعلن في 10 أغسطس الذي وافق عيد ميلاده 60 أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي. ولم ينجو الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان ونجله الممثل أبهيشيك من ويل الفيروس وأعلن إصابتهما في 11 يوليو. تومس هانكس الممثل الحاصل على أوسكار وزوجته الممثلة ريتا ويلسون ثبتت إصابتهما بالفيروس في مارس عندما كانا في أستراليا لدى عمل هانكس في أحد الأفلام. يعني إصابات شخصيات كبيرة، وكانت آخرها يعني المفاجأة عندما أصيب الرئيس الأمريكي وزوجته حقيقة. وهناك حتى الآن تضارب حول الحالة الصحية فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي. صحيح فاتن، حتى أنه اليوم خرج من المستشفى ومن أجل تحية مؤيديه، يعني كان في جولة بالسيارة وانتشرت يعني فيديوهات وصور للرئيس الأمريكي وهو خارج المستشفى اليوم. نعم. إذن فاتن معنا أيضا آخر الإحصائيات، وكما تعلمين فيروس كورونا كل يوم يسجل الآلاف بل مئات الآلاف من الإصابات عالميا، وسنتابع مع بعض آخر الإحصائيات العالمية. إذن مشاهدينا، أظهر آخر إحصاء أن أكثر من 35 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 1,042,000 حالة وفاة. أما المتعافون حول العالم فقد فاق عددهم لحد الآن 26 مليون حالة تعافي من الفيروس. في الفيروس تم تسجيله في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من 2019، وتصدرت الولايات المتحدة وما زالت تتصدر القائمة، وهي التي تسجل 42,600 حالة إصابة جديدة و700 حالة وفاة يوميا، ليصل إجمالي الإصابات فيها أكثر من 7,600,000 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 214,000 حالة وفاة. وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، حيث سجلت أكثر من 75,000 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وذلك بعد يوم من اجتياز رقم 100,000 حالة وفاة. ورفعت وزارة الصحة العدد الإجمالي للمصابين في الهند إلى أكثر من 6,600,000 إصابة، وقالت إن ما لا يقل عن 100,000 شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا. وفي الوطن العربي أيضا، تعرف بعض الدول ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بعد أن عاشت حالة من الاستقرار والتحكم بالفيروس، ومنهم الجارة تونس التي قفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا فيها ليتجاوز 1,000 مقارنة بنحو 22,000 حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 من شهر يونيو. أما الوفيات في تونس فقد بلغ أكثر من 300 حالة، وهو ما جعل السلطات هناك تعلن إجراءات جديدة لوقف انتشار كورونا السريع. الأردن، وبعد أن عاشت حالة من الاستقرار في أعداد الإصابة وتمكنت من التحكم في انتشار الوباء، تعرف حاليا هي الأخرى موجة أخرى أكثر خطورة، إذ باتت تسجل في اليوم أكثر من 1,000 حالة، ليصل العدد الإجمالي في الأردن للمصابين بكورونا إلى أكثر من 15,000. أما الوفيات في الأردن فقد فاق عددهم 1,100
وفاة. وأمام هذه الإحصائيات قال رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن أفضل تقديراتها تشير إلى أن شخصا واحدا تقريبا من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد. إذن فاتن كانت هذه آخر الإحصائيات كما تابعنا. حتى الوطن العربي يعني هناك بلدان بعد ما عرفت استقرار تعيش مجددا يمكن موجة ثانية من الفيروس ولكن موجة أخطر بكثير من التي تعرضت لها سابقا. أنا أشعر بأن الحالات بدأت تزداد بشكل كبير حقيقة. يعني إسبانيا الآن هناك مدن بكاملها ولايات يتم عزلها الفترة هذه وأيضا فرنسا وغيرها. الدول العربية كذلك يعني في بعض الدول مثل السعودية بدأت تنخفض فيها حقيقة. الأردن كما كنت تتحدث ريما التي كانت تشهد استقرارا كبيرا اليوم نصل إلى سقف 2000 حالة في حالة اليوم يوميا. الواحد. نعم فاتن طبعا والكل وكلنا ننتظر في اللقاح مثل ما ينتظره العالم. سنتعرف أيضا على آخر مستجدات اللقاحات والمختبرات في هذه يعني الأخبار. إذن مشاهدينا كشف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن سلسلة من المعلومات والبيانات المهمة بشأن لقاحات كورونا حول العالم خاصة في ظل حالة الترقب الكبيرة التي تعيشها العديد من الدول بهدف الحصول على اللقاحات فور ثبوت فاعليتها ومأمونيتها. المكتب قال إنه يوجد حاليا 191 لقاحا مرشحا لكوفيد 19 قيد التطوير، منهم أكثر منهم 45 لقاحا في مرحلة التقييم السريري البشري وعشرة لقاحات في مرحلة التجارب وهي المرحلة الثالثة من التجارب الكلينيكية. وفيما يتعلق بجديد لقاح أسترازينيكا فقد وسعت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تحقيقها في مرض خطير في دراسة لقاح شركة أسترازينيكا، حيث ظلت تجربة أسترازينيكا الكبيرة والمتأخرة في الولايات المتحدة معلقة منذ 6 سبتمبر، وبعد أن أصيب إحدى المشاركين بما يعتقد أنه اضطراب التهابي نادر في العمود الفقري. ويزيد النطاق الموسع لتحقيقات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية من احتمال حدوث تأخيرات إضافية بعد أن كان أحد أكثر لقاحات فيروس كورونا تقدما في التطوير. وقالت شركة أسترازينيكا في بيان لها: نحن مستمرون في العمل مع هيئة الأدوية الأمريكية لتسهيل مراجعة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار بشأن استئناف التجربة الأمريكية. وقد يقوم بعض مطوري لقاحات كورونا بإصدار بيانات مؤقتة من تجاربهم النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قال صانعو لقاح كورونا في وقت سابق أن شركة فايزر وشركتها بيونتش قد يكون لديهم بيانات إكلينيكية في مرحلة متأخرة نهاية هذا أكتوبر. ومن المتوقع أيضا الحصول على بيانات جونسون أند جونسون ونوفافاكس مؤخرا تجاربهم الخاصة في المراحل المتأخرة، ويمكن أن يكون لديهم أيضا بيانات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأمام روسيا فرصة كبيرة لتصبح أول دولة في العالم تعلن عن أي بيانات من تجربة المرحلة النهائية والتي تعرف بالمرحلة الثالثة، فهي الأخرى تخطط للإعلان للنتائج الأولية لتجربة لقاح سبوتنيك بناء على أول يوم 42 يوما من مراقبة المتطوعين، وهو ما يزيد من وتيرة السباق العالمي المحموم بالفعل لإنهاء الوباء. وتم تطعيم أول متطوع من أصل 5000 متطوع في 9 سبتمبر، مما يعني أن النتائج المؤقتة قد تصدر ما بين 21 أكتوبر. وقال صندوق الاستثمار الروسي الذي استثمر في طرح اللقاح إنه يتوقع نشر نتائج مؤقتة في أكتوبر أو نوفمبر. أما عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا فقد عاد للحديث عنه مجددا بعد إعلان الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وبعد التشاور مع الأخصائيين تم اختيار أن يبدأ الرئيس ترامب
في تناول عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا، وذلك إثر إعلان إصابته بالفيروس. وحول لجوء الهيئة الطبية التي تشرف على ترامب إلى استخدام مضادات الأجسام الجزيئية إلى جانب عقار ريمديسيفر، رغم أن هذه المضادات ما زالت تحت الاختبار، قال العالم الوبائي الإيطالي الشهير رينو رابولي الذي يدير أحد المختبرات العالمية لتطوير اللقاحات في إقليم توسكانا إنه لا يستغرب ذلك، مشيرا إلى أن إيطاليا رائدة في هذا المضمار الذي ثبتت فعاليته العالمية منذ سنوات في مكافحة السرطان. وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم بفارغ الصبر لقاحا يقضي على فيروس كورونا، قال فريق من الخبراء في تقرير بحثي صادر عن الجمعية الملكية في لندن: نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن يحقق اللقاح. وأضاف أن تطوير لقاح ناجح لكورونا لن يقضي على انتشار الفيروس وحده، لافتا إلى أنه ليس حلا سحريا لمكافحة وباء كورونا. من جهتها صرحت الدكتورة فيونا كولي التي شاركت في كتابة التقرير: يوفر اللقاح أملا عظيما لإنهاء الوباء، لكننا نعلم أن تاريخ تطوير اللقاحات مليء بالإخفاقات. وأضافت: حتى عندما يكون اللقاح متاحا فهذا لا يعني أن جميع الأشخاص في مختلف أنحاء العالم سيتم تطعيمهم على الفور. إذن فاتن، كانت هذه آخر أخبار اللقاحات، وطبعا نتمنى أن يتم الإعلان عن آخر النتائج مثل ما تم ذكره سواء في شهر أكتوبر أو نوفمبر، يعني نتائج المرحلة الثالثة. نعم، نتمنى بصراحة يعني أن يكون هناك خطوات سريعة فيما يتعلق بهذا الأمر، ويعني نتحدث عن فصل شتاء قادم. نعم، لربما يخفف ويسهل على العالم وطأة هذا الفيروس. نعم فاتن، وباقي الأخبار المتعلقة في حول في حول العالم عن كورونا سنتابعها في هذا الموجز. ونبدأ موجزنا مشاهدينا من نيوزيلندا، حيث أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن اليوم رفع القيود التي كانت قد فرضت لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس مرة أخرى. وفي اعتراف بريطاني: مشكلة فنية ضاعفت أرقام كورونا في يوم، حيث اعتبر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن مشكلة فنية وراء التأخير في نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، موضحا أن هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 14 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة. من القنابل إلى كورونا، روبوت يفضح الفيروس. تعمل شركة ناشئة في كاليفورنيا على تحويل روبوت مخصص لاكتشاف القنابل إلى جهاز يكشف فيروس كورونا المستجد أسرع من الاختبارات التقليدية. وقامت شركة كونيكو بتعديل الروبوت كونيكور لاكتشاف المركبات العضوية المتطايرة من تنفس المصابين بالعدوى بالفيروس. وفي تقرير علمي صدر حديثا كشف أن القطط والكلاب قد تصاب أيضا بفيروس كورونا المستجد. وقال الباحثون إن الكلب يطور مناعة قوية ضد فيروس كورونا المستجد بغض النظر عن إمكانية تحول العدوى إلى مرض وأعراض بادية. وستبيع دار الأوبرا الملكية في لندن لوحة تعود إلى 7 نيات لديفيد هوكني ضمن مسعاها لجمع المال لتجاوز جائحة كوفيد-19 التي تمثل أسوأ أزمة للدار في تاريخها. وستعرض اللوحة التاريخية وهي بورتري لديفيد ويبستر للبيع في دار كريستيز للمزادات يوم 22 أكتوبر. وقالت دار كريستيز إن تقديرات ثمن اللوحة تتراوح بين 14 مليون إلى 23 مليون دولار. إذن كانت هذه آخر الأخبار المتعلقة أيضا بكورونا فاتن، ومعنا أيضا لكي نختم
آخر الفيديوهات أيضا الطريفة المتعلقة بكورونا سنتابعها مع بعض. إذن مشاهدينا، بعرض أزياء لدار بيربري صور في غابة من دون جمهور ولا نجوم في الصف الأول، افتتح أسبوع الموضة في لندن بصيغة يتكيف من خلالها هذا الحدث مع الواقع الصحي السائد، ونقل العرض مباشرة عبر منصة تويتش للبث التدفقي وتبعه نحو 40 ألف مستخدم، وأطلقت تسمية إن بلوم مزهرة على تشكيلة ربيع 2021. لنتابع. الحياة مستمرة بكل أحوالها ريما، والفكرة جميلة أكيد، يعني حتى لو يعني ليست موجودة القاعات المغلقة، ولكن حتى في الهواء الطاق، وأنا يعني أؤيد هذه الفكرة صراحة. إذن مشاهدينا، في ابتكار جديد لأقنعة قام مخترع بأقنعة الوجه، قام مخترع بتصميم أنبوب تنفس كنسخة جديدة من أقنعة الوجه. الأرجنتيني بابلو بوغدان جعل من درع أنبوب التنفس الجديد الشفاف قناعا للوقاية من فيروس كوفيد 19، وعرض بابلو وزوجته الأنبوب في شوارع العاصمة بوينوس آيرس، حيث يغطي القناع الجزء العلوي من الجسم من أسفل الكتفين لأعلى الرأس، ويحمي العينين والفم والأنف من فيروس كورونا. الفكرة جيدة يعني، ويعني طريقة التصميم تحسي أنها هي تجعل الوقاية بشكل جيد. صحيح، يعني فكرة يحمي أكثر من الكمامات العادية التي تحمي فقط الأنف والفم، هذا يحمي يعني كل الوجه كله. الوجه، نعم. إذن مشاهدينا، طرحت مصممة الأزياء الإيطالية سابرينا بيريتشينو معطفا واقيا من المطر بقناع شفاف ساعيا منها للحد من قواعد التباعد الاجتماعي وتسهيل التواصل، ويتألف المعطف من ثلاث طبقات، طبقة خارجية مصنوعة من قماش مقاوم للماء، وطبقة في الوسط من قماش مفلتر، والبطانة الداخلية، ويوفر المعطف الملقب بالكوخ للرجال والسيدات. نتابع. يعني تغليف كامل، صح، خاصة نحن على أبواب الشتاء فاتن، يعني هذا ينفعنا صراحة، تعاني من الأجواء والصقيعة، مفيد جدا، صح، يعني يوفر الدفء والحماية بنفس الوقت. إذن مشاهدينا، تحدث في فيديو كوميدي تحدث المدون الفلسطيني علاء أبو دياب عن الدراسة عن بعد، قائلا إن المشكلة لم تكن في التعليم ولا استمرار المنظومة التعليمية، وإنما المشكلة اليوم هي إرسالهم إلى المدارس. فالعائلات حسب أبو دياب تهمها مسألة إرسال أطفالها إلى المدارس أكثر من التعليم في حد ذاته. تحياتي وأشواقي السادة في وزارة التربية والتعليم، المسؤولين عن موضوع التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني. يا جماعة الخير، الأهل بشكوا، أنتوا بتحلوا بالمشكلة الغلط، أنتوا مركزين على مشكلة هي مش مشكلة. الناس كانت تبعت أولادها على المدارس عشان تعلم، أنتوا رحتوا ركزتوا بيتعلموا وتركتوا يبعتوا الأولاد على المدارس. مشكلتنا الأساسية يبعتوا، احنا بدنا حل لا يبعتوا الولاد، هاي بدنا نبعتها مش مهم. واحنا عارفين انه لما كان يروح على المدارس ما كانوش يتعلم او مش هالقد بتعلموا،
هلا في منهم بتعلموا، بس حتى اللي بتعلموش بنضل نبعته، لأنه هو الهدف مدرسة كمؤسسة موجودة عشان نبعته شيء فاهم يروح. يعني ابن جيراننا 12 سنة ترفيه تلقائي وصل التوجيه أمي، نبعته فاهمين؟ مهم نبعته، ببعتوه. يعني شوفي وضع حال الأهالي بصراحة، يعني الكل أصبح إن الأونلاين مثل فيلم الرعب، لأن الكل خلاص نبعت الأولاد مش عشان بس صحيح. التعليم، وإنما في أهداف أخرى إن نتخلص من الأطفال. طبعا بعيد الشر، ولكن يعني والله في ضغط نفسي كبير بصراحة. يعني صحيح، يعني الأولياء بيدوروا اليوم إنهم يبعتوهم، يعني المشكلة مش في التعليم، عادي علموهم عن بعد، ولكن في المدارس. في المدارس، في المدارس. إذا فاتن بهذا الفيديو نختم الفقرة، نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء بأخبار جديدة وإحصائيات جديدة. إن شاء الله تكون عندي أخبار فرحة. يا نعم، الأربعاء القادم بعون الله تعالى ريما. وإذا مشاهدينا نكون هكذا وصلنا إلى ختام المرصاد كوفيد 19. ألتقيكم الأربعاء أنا وزميلة ريما المرار. أشكر فريق العمل، وختاما هذه تحية مني لكم فاتن العمو. إلى اللقاء.